بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل. السابع: أن يكون الثمن معلوما حال العقد ولو صبرة بمشاهدة وبوزن صنجة لا يعلمان وزنها، وبما يسع هذا الكيل ولو كان بموضع فيه كيل معروف، وبنفقة عبده شهرا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو الشرط السابع من شروط صحة البيع، التي إذا اختل أحدها فإن العقد لا يكون صحيحا. قال المصنف: السابع: أن يكون الثمن معلوما لهما حال العقد. الشرط السادس المتقدم متعلق بالمثمن، أن يكون المعقود عليه معلوما للمتعاقدين. وأما هذا الشرط فهو متعلق بالثمن، وذلك قال المصنف: أن يكون الثمن معلوما. وعندنا هنا عدد من الأمور يحسن التنبيه إليها قبل الحديث عن هذا الشرط وتفريعاته التي أوردها المصنف. أول هذه الأمور وهو قضية ما الفرق بين الثمن والمثمن. في المذهب أربعة أوجه في التفريق بين الثمن والمثمن، وسأقتصر على المشهور المعتمد عند المتأخرين، وهو الذي قال عنه المرداوي هو الصحيح من المذهب، وذلك بأنهم يقولون إن الثمن هو ما يدخل عليه الباء مطلقا، وتعبيرهم بأنه مطلقا أي ولو كان النقد هو العوض الآخر والذي دخلت عليه الباء هو العوض الثاني غير النقد. فالقاعدة عندهم أن يكون ما دخل عليه الباء هو الذي يكون الثمن، ولم يذكروا لذلك استثناء في الجملة، بيد أني وجدت استثناء له في كتاب من كتب الأصول، وهو كتاب المرداوي التحبير شرح التحرير، فقد ذكر أن هذا القيد وهذه القاعدة أغلبية وليست كلية، هكذا ذكر ومثل لذلك لأمثلة تدخل الباء فيها على المثمن لا على الثمن. المسألة الثانية معنا: ما الذي يترتب على التفريق بين الثمن والمثمن؟ أغلب الأحكام الثمن والمثمن تتفق في الأحكام، لكن هناك أحكام يسيرة يفارق الثمن فيها المثمن. أشير لمسألتين أو ثلاث، لأن إحدى هذه المسائل الثلاث ستأتينا في هذا الشرط. أول هذه المسائل وهو قضية عندما يقال بيع في الذمة كالسلم، فالأصل أن السلم يكون الثمن معجلا، والموصوف في الذمة هو المؤجل. إذن فيفرقون بين الثمن والمثمن في عقود السلم بأن الثمن يجب أن يكون حالا مقبوضا، وأما المثمن فيجوز أن يكون موصوفا مؤجلا ليصح أن يكون سلما. الفرق الثاني عند تلف المعقود عليه، فما حكم الإقالة فيه؟ فيقولون إن كان بعد التعاقد قد تلف الثمن فإنه في هذه الحالة يصح فسخ العقد، تصح الإقالة في العقد بعد تلف الثمن. وأما إذا كان التالف هو المثمن فهل يصح فيه الإقالة أم لا؟ فيه وجهان في المذهب، وذكر جمع من أصحاب أحمد أنه لا يصح الإقالة في المثمن دون الثمن. ومن الفروق ما سيأتينا اليوم إن شاء الله في مسألة تفريق الصفقة، إذا جمع بين الحلال والحرام وهو الخمر يختلف الحكم إذا كان ثمنا عن كونهما مثمنا، وستأتينا المسألة إن شاء الله في نهاية درس اليوم إن شاء الله سبحانه. قول المصنف: أن يكون الثمن معلوما، أي معلوما للمتعاقدين جميعا، للبائع والمشتري، المؤجر والمستأجر، وغير ذلك من سائر العقود. وقول المصنف حال العقد، تعبير المصنف بقوله حال العقد هو في الحقيقة على سبيل الأعم الأغلب، لأنه أحيانا قد يكون العلم متقدما عليه ولكنه في زمان لا يتغير في مثله عادة، وهو مرادهم، والمصنف لم يقصد خلاف ذلك ولكنه أورد على هذا الباب. فنقول في توجيه كلام المصنف أحد أمرين: إما أن نقول إن عبارة المصنف فيها قصور، وهذا الذي عبر به مرعي، فإن مرعي عندما ذكر هذا الكلام حال العقد قال ويتجه أو قبله، فكأنه رأى أن عبارة المصنف فيها قصور فأضاف اتجاها من عنده أنه يصح معرفته قبله في زمان لا يتغير في مثله. ويمكن أن نأخذ طريقا آخر في أننا نقول إن قول المصنف إنه يكون معلوما حال العقد إما بالمشاهدة له في أثناء العقد
أو المشاهدة له قبله في زمن لا يتغير منه فيكون معلوما في حال العقد لأنه لم يتغير في مثله عادة. حينئذ نقول إن عبارة المصنف تكون دالة لكنها تشمل الصورتين. قبل أن نأتي بالأمور التي أوردها المصنف، العلم بالثمن طريقه كطريق العلم بالمثمن، فيكون أولا إما بالرؤية المقارنة للعقد أو السابقة له في زمان لا يتغير في مثله عادة، أو تكون ثانيا بالوصف، وغالبا الوصف يكون يعني يتبين إذا كان الثمن من النقدين من الذهب والفضة أو من الأوراق المالية، فيقول 50 ريالا فهذا وصف ل50 ريال ولا يلزم أن يراها لأنها موصوفة وصفا ينفي عنها الجهالة والغرر. إذن هما أمران، تنبيه لهذين الأمرين مهم، لأن المصنف الآن سيبدأ بصور يكون العلم فيها بالثمن بمجرد المشاهدة مع عدم العلم الدقيق بتفاصيل الثمن. أورد المصنف عددا من الصور التي تحقق فيها نفي الجهالة والعلم بالثمن عن طريق المشاهدة والرؤية. فقال المصنف: ولو صبرة بمشاهدة، أي ولو كانت السلعة بيعت بصبرة مشاهدة، قد تكون الصبرة من نقد من ذهب أو من فضة، أو تكون الصبرة طعاما، لا يلزم أن تكون الصبرة فقط طعام، قد تكون من موزون أو مكين. وهذا يدلنا على أن الصبرة جازت أن تكون مثمنا وتقدم معنا في الدرس الماضي، ويجوز كذلك أن تكون ثمنا وهذا المذكور في هذا الدرس، لكن من شرط الصبرة أن تكون مشاهدة أي مرئية كاملا لهذه الصبرة فيعرف حجمها حين ذاك. فحينئذ هذه المشاهدة لهذه الصبرة نفى عنها الجهالة عرفا، لأن العرف أنه يعني ينظر للحجم فيقدر. عبر المصنف بقوله ولو إشارة لخلاف منقول عن المالكية، فإن المالكية يقولون فيما نقل عنهم، وعبرت فيما نقل عنهم لأنني لم أرجع كتبهم وهذا قصور مني لا شك، أنهم يقولون إن الصبرة يصح أن تكون مثمنا ولا يصح أن تكون ثمنا. فحينئذ هذه من المسائل التي فيها خلاف في التفريق بين الثمن والمثمن. المذهب لا يفرق في الصبرة بين الثمن والمثمن إلا المالكي، ولكن المالكية يفرقون بينهما. ثم قال الشيخ: وبوزن صنجة لا يعلمان وزنها. الصنجة على وزن سجدة، وحينئذ الصنجة هي في الأصل الميزان أو ما يوزن به. لما تذهب للذين يزنون بالميزان ذي الكفتين فإنه أحيانا يضع ثقلا، هذا الثقل يكون معروف أنه يعادل أوقية، نصف أوقية، يعادل كيلو، يعادل أي أمر آخر. وبعض الذين يزنون قد يجعل هذا الثقل حجر، وموجود يعني لما يعني كان منتشر عندنا الميزان ذي الكفتين بعض الباعة لا يقدر بكيلو، ليست عند القطعة الحديد المقدرة بالكيلو جرام، هذا عن طريق الوزانين، لأن التوحيد العالمي بالكيلو إنما جاء عن طريق اسم من أقيس الأنجلو سكسونية، جاءت بعد فكرة بريطانيا وتوحيد الأزمنة بجرينتش، والأطوال بالأميال والأوزان بالكيلوات. المقصود أنه لو كان عنده حجر يزن لكل أحد فمجرد المشاهدة لهذا الحجر يصح، ولذلك قال المصنف: وبوزن صنجة تكون حجرا تكون حديدا أو غير ذلك لا يعلمان وزنها، فهي مجهولة في العرف لكنها معلومة بالمشاهدة. لا يعرف وزنه على سبيل الدقة كم تعادل جراما، ولكنها مشاهدة أو محسوسة بأن ثقلها بيده فعرف وزنها. ثم قال الشيخ: وبما يسع هذا الكيل. هذا الكيل يعني بهذه الوحدة، كأن يكون عنده مخرف تمر فيقول هذا المخرف أبيعه بكذا، أو عنده كرتون، وعندنا الآن من أكثر المكاييل التي تعامل بها الناس في الكرتون هو كرتون الموز، فيباع به التمر كثيرا، يقول لك الوحدة وحدة كرتون كم تعادل من صاع، كم تعادل من يعني حجم معين، لا ندري. بما أن الناس تعارفوا على هذا المكيال أو اتفقوا على هذا المكيال المشاهد فإنه يصح. وذلك قال المصنف: وبما يسع هذا الكيل، يعني هذا المكيال الذي يكال به كرتون مخرف للتمر، والمخارف تختلف من شخص من صنعة ذات اليدوية، لكن بشرط أن يكون مشاهدا. أخذنا هذا الشرط من قول المصنف: وبما يسع هذا، فهذا يدل على أنه مشاهد من المتعاقدين. قال الشيخ: ولو كان بموضع فيه كيل معروف. هنا قال ولو، لم أقف في الإنصاف على خلاف في المسألة، قد يكون خلافا عاني لا أعرف، قد يكون عند المالكي يعني لم أبحث، لكن لم يذكر في الإنصاف خلافا. قال: ولو كان عندهم كيل معلوم بأن يكون عندهم أرطال أو صيعان مقدرة في تلك البلد، فإنه يعمل بالكيل الذي شوهد في مجلس العقد واتفق عليه العاقدان. ثم قال الشيخ:
وبنفقة عبده شهرا. أي يجوز أن تكون الثمن نفقة العبد. والمراد بالنفقة هي الأشياء الثلاث، وسيأتينا إن شاء الله في باب النكاح، وهي الأكل والشرب والسكنة. الأكل والشرب هذا واحد واثنين، والسكنة ثالثا، واللباس نعم، والثالث هو اللباس نعم، والثالث هو اللباس. هذه ثلاث أشياء، الأكل والشرب الأول، واللباس واللبس الثاني، والأمر الثالث هو السكنة. وعادة مثل هذه الأمور تكون مقدرة بالعرف، فما يأكله الشخص المتوسط معروف، ومثله سكنه، ومثله ما يتعلق أيضا بلباسه، فإنه ثوب في العادة كسوة في الشهر. وبذلك فإنهم يقولون إن هذه يتساهل فيها عن الجهالة اليسيرة، فإن عادة الناس أنها مقدرة. عندنا هنا مسألتان في هذه الجملة، وهي قول المصنف وبنفقة عبده شهرا. الأمر الأول أن تعبير المصنف بقوله عبده ليس على سبيل التخصيص، فلا يكون لها مفهوم مطلق، فيصح أن تكون بنفقة الطرف الآخر، فالمشتري يبذل نفقة البائع شهرا. الأمر الثاني أو يكون نفقة زوجته، يقول بنفقة زوجتي التي في البلد الفلاني، أو بنفقة ولدي، أو بنفقة فلان أو الفقير ونحو ذلك. فتعبير المصنف بقوله عبده لا يدل على أنها يعني شرط أن يكون عبد، فالكل شخص يمكن التمثيل به. وهذا ذكرتها قبل، أن الفقهاء يمثلون بالعبد لعدد من الأمور، فيكون مثال الدارج كالسين والصاد الذي يذكر في علم الجبر. الأمر الثاني أنه لا بد في هذه النفقة أن تكون معلومة المقدار، ولذا ذكر بقوله شهرا، فالتقدير بالشهر هذا يدلنا على اشتراط تقدير المدة. لو نقصت أسبوع يصح، لو زادت شهرين تصح. الذي لا يصح أن تكون مجهولة بنفقة فلان وسكت، لا يصح. الأمر الثالث أن منصورا ذكر في شرحه أن هذا الحكم متعلق بالآدمي، هو خصه بالعبد، والذي ذكر أنه يصح بنفقة نفس البائع وولده وزوجه ذكرها ابن العماد في شرحه على الغاية. لكن منصور ذكر كلاما مؤدى أن هذه النفقة إنما هي خاصة بالآدمي لأنها تكون معلومة، وأما إذا جعل الثمن نفقة دابة كالبعير ونحوه فإنه لا يصح، لأن نفقة العبد والآدمي يمكن تقديرها ومعرفتها، بخلاف نفقة الحيوان، فإن الحيوان يحتاج أشياء تزيد عن هذه الأمور الثلاث، فإنه يحتاج إلى راع، وربما احتاج إلى حافظ في المكان الذي فيه السراق، وربما احتاج أيضا إلى من يجلب له الماء، لأن الحيوان يحتاج إلى من يجلب، وهكذا أمور كثيرة يحتاجها. فصرح منصور في شرحه أن هذا خاص بالعبد، ونقول مراده بالعبد أي الآدمي الذي ينتفع به البائع، دون الحيوان كالبعير. تفضل. السلام عليكم. فلو فسخ العقد راجع بقيمة المبيع عند تعذر معرفة الثمن. نعم، هذه المسألة الثانية فيما سبق، أنه لو فسخ العقد في الحالات السابقة وكان هذا عند تعذر معرفة الثمن في الصور السابقة، كيف يكون تعذر معرفة الثمن؟ في الصورة الأولى عندما باع السلعة بثمن قدره صبرة مشاهدة، تلفت هذه الصبرة، وفي المثال الثاني بوزن صنجة، هذه الصنجة فقدت أو تلفت، والمثال الثالث بما يسع هذا الكيل، بأن كان هذا الكيل قد انشق أو خرب أو يعني أي سبب آخر. وفي المثال الرابع بقوله بنفقة عبده شهرا، إذا لم يمكن ضبط نفقة العبد فكانت نفقته غير منضبطة لأمور معينة تتعلق به أو الآدم. هذا معنى قوله عند تعذر معرفة الثمن. إذن الثمن هنا ليس مطلقا، وإنما في المسائل الأربع التي سبق ذكرها، وعرفنا كيف يكون معذرا. ما الحكم؟ قال الشيخ إنه لو فسخ العقد، معنى قوله فسخ العقد أي باختيار من له حق الخيار، بأن كان في مجلس الخيار أحد أو في خيار الشرط وهو مدة الخيارين، أو كان بخيار العيب مثلا وجد العيب، وفي العيب يخير بين ثلاثة أمور منها الرد. قال الشيخ رجع أي المشتري بقيمة المبيع. المشتري ماذا الذي بذله؟ بذل صبرة استلمها ذلك الطرف، أو وزن صنجة أو نحو ذلك، وحينئذ لا يمكن معرفة مقدارها بالضبط، ففي هذه الحالة يرجع بقيمة المبيع نفسه ولا يرجع بما بذله، لأن ما بذله لا يمكن تقديره على سبيل الدقة الآن، وإنما عفي عنها لأجل أن معرفتها كانت بالمشاهدة. إذن هذا معنى المسألة. لكي تفهم هذه المسألة اقرأها من الأخير، تعرف أولا معنى تعذر معرفة الثمن،
ثم بعد ذلك معنى فسخ العقد أنه باختيار من له حق الاختيار، خيار العيب أو خيار أحد الخيارين، مدة الخيارين خيار الشرط أو المجلس، رجع أي المشتري الذي بذل الثمن في الصور الأربع السابقة بقيمة المبيع لا بما بذله، وهو صبرة من شيء معين أو وزن صنجة أو بما يسع كيلا أو بنفقة عبد. أحسن عليكم. ولو أسرا ثمنا بلا عقد ثم عقداه بآخر فالثمن الأول. يقول الشيخ ولو أسرا، هنا عبر مصنف في قوله ولو لأن المسألة فيها خلاف، نقل الوجهين صاحب الإنصاف أن المسألة فيها وجهان، قوله أسرا أي أخفيا، والتعبير بقوله أسرا هذه لها يعني صورة معاصرة وأصبحت تدرس بدراسة يعني كثيرة جدا، وأصبحت لها تفريعات حتى وصلت القضايا الجنائية، وهو ما يسمونه بالعقود الصورية، فإن الصورية أحيانا قد تكون في شكل العقد وقد تكون الصورية في ثمنه، وهنا الصورية في الثمن. الصورية في الثمن طبعا ماذا، بس من باب الفائدة ماذا قلت أنه يصل إلى مرحلة العقوبة الجنائية، لأن الآن أصبحت بعض الصوريات تؤدي إلى التجريم عن طريق ما يسمى بالتستر، ربما طور إلى التجريم بما يسمى بغسيل الأموال بعض الصور، لذلك يعني الآن طور قضية الإسرار العقدان الظاهر والباطن. الأصل في الشريعة أن الأحكام الشرعية أنه كل ما كان له ظاهر وباطن في العقود نتكلم، فالعبرة بالباطن دون الظاهر، هذا هو الأصل عندهم، خلافا لأبي حنيفة في قاعدة الكلية أن العبرة بالظاهر لا بالباطن، حتى إنهم يقولون لو حكم الحاكم بالظاهر لم يجز للذي يعلم الباطن المتفق عليه أن يأخذ ويستحل ما حكم به الحاكم، بل لا بد أن يرجع للباطن، هذه أصل أغلبي عندهم أو كلي. قول المصنف لو أسر أي أسر المتعاقدان ثمنا بلا عقد، اتفقا ابتداء أننا سنشتريه بعشرة مثلا ثم عقداه، إذن الأول كانت مواعدة، وهذه المواعدة الآن لها أسماء كثيرة جدا وأصبحوا يجعلونها من صور الالتزام، وجعلوا صورة المواعدة عقدا، وهذا من المعاصرين، وهذا خلاف ما عليه الفقه تماما إلا ما نقل عن بعض المالكية كابن الشاط في تهذيب الفروق، وهذا غير دقيق، وينسب أيضا لمحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، أيضا هذا غير دقيق ولا أريد أن ندخل في الخلاف خارج الكتاب. لماذا يسران ثمنا ويعلنان آخر؟ أحيانا لكي يرتفع قيمة السلعة المشترى، سيأتينا في التخبير بالثمن أن الشخص أحيانا قد يقول اشتريت هذه السلعة بمئة وسأبيعها عليك بنفس المبلغ أو سأربح عليك ريالا واحدا، ثم يتبين بعد ذلك أنه اشتراها بعشرة، فيصبح هناك خيار سيأتينا تفصيله قريبا إن شاء الله بعد بضعة دروس، وهو قضية خيار التخبير بالثمن عندما يخبر بثمن معلن لكن السر بخلافه، إذن هو هناك فائدة لرفع السعر أو للتجمل كما ذكر بعضه، يعني قدام الناس أن اشترى الشيء الغالي، وهذا سيأتينا فائدة التجمل بعد قريب. قال ثم عقده، إذن الأول كان مواعدة ثم الثاني عقد بآخر، قال الشيخ فالثمن الأول لأن الأصل عدم نفي الأول، والظاهر أن قول الفقهاء هنا له صورتان، الصورة الأولى أن يكون قد أسر، وأنا قلت الظاهر لأني لم أجد تصريحا وإنما أخذته مسألة بعدها، أن يكون قد أسر الثمن الأول ثم عقده بالثاني في مجلس العقد، فيكون في نفس المجلس من غير تفرق يذكران سعرين، أول إسرار ثم إعلان. والصورة الثانية أن يكون في غير مجلس العقد، قد يكون قبله بيوم بنصف يوم بنهار ونحو ذلك، فيتفقان ابتداء أن يشتريه بعشرة ولكن العلانية والمكتوب أمام جهات التوثيق أنه بمئة. ذكر المصنف أن العبرة في القضاء هو الأول. طيب لما نقولنا أنه صورتان، أنا عندي واضح عندما يكون في مجلس العقد، واضح جدا عندما يسراني ثمنا ثم يعلناني أعلى منه أو أقل أن العبرة بالأول، وأما إذا كان الإسرار في غير مجلس العقد فظاهر كلامهم أن العبرة بالأول كذلك، لكن أحيانا نقول وهذا لم أقف عليه مصرحا أنه إذا وجدت قرائن تدل على إرادة الثاني دون الأول فيعمل بالقرينة هنا ولا يلزم أن تكون هناك بينة، وهذا لما قلت لمعرفة أحوال الناس وخاصة مع هذا الزمان الذي يكون فيه التضخم وقتي، في يوم أو يومين ترتفع السلع وتنخفض، ويكون خبر معين يكون في بعض المناطق البعيدة يؤثر على كثير من السلع وإن لم تكن السلع أساسية،
فقد يقال بهذا الأمر وهذا متجه بعض الشيء. قول المصنف في الثمن الأول أي الحكم أنه يكون للأول دون الثاني، فقط من باب التنبيه للزملاء الآن، النظام الإثبات عندنا الآن يقول إذا كان العقد موثق رسميا، بمعنى أنه انطبقت في توثيقه ثلاث شروط المشهورة، وثقه موظف عام استوفى الشروط، وهذا التوثيق من اختصاص الموظف العام، إذا كان موثقا توثيقا رسميا وعرض أمام القضاء وادعى أحد الطرفين أن هناك ثمنا آخر قد أسر، فإنه إذا لم يصدقه الطرف الآخر لا ينظر القاضي في بينة التي تخالف المحرر أو الموثق رسميا، يسمى المحرر الرسمي، وحينئذ يكون الحكم بالظاهر، فالقضاء يصدر بالظاهر ذرعا للتلاعب والظلم الذي حدث من كثير من الناس، قد يأتي لفساد الناس، أصبح الناس يأتي بشهود ويغير يقول إحنا كاتبين بعشرة والحقيقة أنه بخمسة، والطرف الثاني يقول أنا أجيبك شهود بعنا بخمسة عشر، وهذه وقعت، هذا جاب زيادة وهؤلاء جاب نقص، فأصبح مدام موثقا توثيقا رسميا لا يخرج عنه في القضاء، لكن يبقى جانب التدين، فنقول هنا وإن كان القضاء قد حكم له لفساد كثير من الناس بالحكم بالظاهر في التوثيق الرسمي، إلا أن الثمن الأول المتفق عليه هو الذي يبقى ديانة، والحكم بالظاهر لا يبيح إن كان الباطن على خلافه، خلافا لمن ذكرت لكم من أصحاب أبي حنيفة. نعم، مسألة ثانية. أحسن لكم. وإن عقداه سرا بثمن وعلانية بآخر أخذ بالأول، وقال حلواني كنكاح. نعم، يقول الشيخ وإن عقداه بسر، وإن عقداه سرا بثمن وعلانية بآخر أخذ بالأول، ما الفرق بين هذه والأخرى؟ الفرق أن الأولى من غير عقد، مجرد مواعدة سأشتريه منك، والثاني قال اشتريته ثم أعلنه فأنشأ عقدي. كلام المصنف هنا أنه يأخذه بالأول أي بالسعر الأول الذي عقده، وكلام المصنف يعني أخذه المشتري أي أخذ المعقود عليه، أخذ المشتري المعقود عليه بالأول أي بالسعر الأول. هنا فيه نزاع عند المتأخرين، ذهب صاحب التنقيح ومن تبعه كالشويكي، صاحب التنقيح قال هو الأظهر وجزم، وقال صاحب المنتهى هو الأصح، وتبعه عليه صاحب الغاية وجزم به أنه إذا عقده بسر ثم عقد عقدا آخر بعلانية بثمن ثاني له حالتان. الحالة الأولى أن يكون العقدان في مدة الخيار، خيار المجلس مثلا، فإنه في هذه الحالة الثمن هو الثاني للأول، وأما إن كان العقد الثاني العلانية ليس في مدة الخيار فالثمن هو الأول. إلى هنا واضح. الحقيقة أن هذا القول وجيه جدا، لأنه إذا كان له سعران وكان في مجلس التعاقد، فإن كون العقد أعلن بعد ذلك فأصلا يجوز لهم فسخ العقد الأول وإنشاء عقد جديد، فكأنهم قالوا باتفاق منهما غيرنا السعر الأول وانتقلنا إلى السعر الثاني، هذا توجيه هذا القول. لكن منصور في شرحه، بل في حاشيته وليس في شرحه، بيّن أن قول المؤلف أولى من قول صاحب المنتهى والغاية والتنقيح وغيرهم، قال لأننا قلنا، طبعا دائما قلت لكم الفرق بين منصور ومرعي وهما متأخران في الترجيح، أن منصور دائما يذهب إلى الظاهر، يمشي على الظاهر، ومرعي ينظر للمعاني أكثر حقيقة من منصور، ومنصور يعني ينظر للمعاني أحيانا. منصور قال إذا كانت المسألة الأولى من غير عقد أخذنا بالأول فمن باب أولى، الصورة الثانية التي فيها عقد الأول، فيها التصرف الأول هو عقد فنأخذ به لأنه أقوى، العقد أولى وأقوى من الوعد، هذا الذي مشى عليه. لكن أنا أقول إن مشينا على قولهم في التفريق فقد يقال أيضا بالتفريق بين الحالتين السابقتين، ولكن لو قلنا في العموم يرجع للقرائن لكان له وجه. ثم قال المصنف وقال الحلواني، هو له ضبط هكذا ضبطه جماعة، ومنهم ابن رجب في ذيل الطبقات، الحلواني هم اثنان الأب والابن، ولم أرجع قصور مني لم أدري الآن أيهما أهو أبو الفتح أم والدهم. قال كنكاح أي الحكم كالنكاح، فلو أن رجلا وولي امرأة أو امرأة أسر مهرا وأعلن آخر، وهذا كثير جدا، يكون هناك مهر مقبوض ويعلنون أكثر منه تجملا أمام الناس أو أقل منه تخففا، فالعبرة ب الذي أسره لا بما أعلنه. نفس الشيء الآن عند الخصومة وجود الفسخ، نظام الأحوال الشخصية يقول العبرة بالرسمي
بينه وبين الله عز وجل الزوج أو الزوجة وليها بينهم يعني لا يبيح لهم أخذ شيء عند وجود الفسخ برد المهر. تفضل. وإن باعه السلعة برقمها أي المكتوب عليها أو بما باع به فلان ولم يعلمه أو أحدهما. هذه الصورة التي أوردها المصنف هي صور لما يسميه العلماء بالبيع بالسعر، هكذا سماها جماعة ومنهم الشيخ تقي الدين وغيرهم، بأن يكون هناك سعر معين لها صور أورد المصنف بعضها. وقبل أن أبدأ بهذه الصورة التي أوردها المصنف صور البيع بالسعر، ذكر الشيخ تقي الدين في شرحه للمحرر أن البيع بالسعر له ثلاث حالات بالصور التي ستأتي، سواء كانت رقما، سواء كانت بما باع به فلان، سواء كانت بما ينقطع به السعر، بما يتبايع به الناس وهكذا. فالبيع بالسعر له صور، هذه الصور لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون السعر معلوما للطرفين، مثال ذلك عندما يكون هناك السلعة عليها رقم، رقم يعني تسعير، رقم هذا في السعر، ثم إن هذا الرقم يكون معلوما للبائع والمشتري معا، فحينئذ نقول يصح. وقد ذكر الشيخ تقي الدين أنه يصح بلا ريب، أي بلا خلاف، بلا خلاف، طبعا بلا ريب يعني جزما قطعا، فالظاهر أنه بلا خلاف. وذلك من غرائب التي مرت علي بعض المعاصرين أنه لما تكلم العلماء عن عدم صحة البيع بالرقم قال هو التسعير الذي يجعل على الأسعار، لا، ليس مرادهم هذه، وإنما الحالات ستأتي بعد قليل. الحالة الثانية أن يكون ليس عندهم علم، وإنما عندهم عرف خاص أو عرف عام، عرف خاص بين أهل السوق أو بينهما والعام لأهل البلد، بشيء معين يدل على السعر أو تكون هناك قرينة تدل عليه. مثال ذلك فيما لو كان يقول أعطني خبزا بريال، العرف العام عندنا مثلا أن بعض أنواع الخبز أربع بريال وبعضها ثلاث وبعضها حبة بريال وهكذا، يختلف بنوعي نوع المخبوز. لو قال أعطني شيئا من الورقيات، العرف مثلا في بعض الأسواق أن الربطة بريال، بعضها الربطة بريالين، وهكذا تختلف باختلاف الأسواق. فمثل هذه هو بيع بالسعر، لكن هناك عرف يقدره، هذا فيه خلاف. ولقد ذكر الشيخ تقي الدين أن قياس المذهب، انظر لتعبيره بقياس المذهب لأن عدم وجود النص على الجزم، قال قياس المذهب جوازه لأنه كالمعاطاة، يأخذ حكم المعاطاة الصورة سبقت. الحالة الثالثة أن يتبايع بالسعر بالصورة سنشرحها بعد قليل، إما لفظا أو عرفا، فهل يصح أم لا؟ ذكر الشيخ أن كلام أحمد يقتضي روايتين، الصحة وعدمه، وسنشير لها بعد قليل. أول صورة من البيع بالسعر قال وإن باعه السلعة برقمها، برقمها بمعنى أن يجعل عليها رقم معين، أحيانا قد يكون هذا الرقم يراد به تحديد السعر، وأحيانا يكون هذا الرقم بس مجرد رقم كالمقاس، فيقول بالسعر أي رقم تلقى عليه اكتب يعني هو سعرها. الجملة هذه لها قيد أورده المصنف لكن معطوفا، وذلك نقول وإن باعه السلعة برقمها ولم يعلمه، شوف مذكورة بعد ثلاث مسائل، فإن قوله ولم يعلمه تعود للمسائل الثلاث، باع السلعة برقمها أو باع بما باع به فلان، هي مسألتان عفوا. إذن باع السلعة برقمها أي المكتوب عليها بشرط أن يكون كلاهما لم يعلمه، قال الشيخ أو أحدهما، أو أحدهما لا يعلمه، فحينئذ لا يصح. مفهوم هذه الجملة أنه لو علماه جميعا حال العقد فإنه يصح. نعم، أغلب الناس الآن أصبحوا يتعاملون بالرقم لأن السعر موجود عليها ويعلمانه، ولذلك الرقم هنا ليس داخلا في المنهي عنه، وكانت عبارة بعض الفقهاء ومنهم ابن مفلح ولا يصح البيع أو لا يجوز البيع برقم مجهول، فكلمة مجهول هي التي توضح المعنى وهو مراد الجميع، يجب أن يكون مجهولا لأحدهما أو لجميعهما لنحكم بأن العقد غير صحيح. إذن هذه الصورة الأولى من البيع بالسعر وهو البيع بالرقم. الصورة الثانية قال بما باع به فلان، يقول بما يبيع به فلان زيد، بما باع به زيد، أو بما باع به عمرو، فالمذهب أنه ما لم يعلمه حال العقد فلا يصح، ومثله بما يبيع به الناس، كم هذه السلعة؟ قال كم سعرها في السوق؟ بما اللي في السوق هذا الذي يصح، يعني سأبيعها به. فالفقهاء يقولون إنه لا يصح، ونقل عن الشيخ أو نقل عن الشيخ أنه يصح وأطلقوا، والمسألة تحتاج إلى تحقيق في فهم كلام الشيخ، والذي يظهر أن كلام الشيخ لا يجيز البيع بما باع به فلان مطلقا، ولا يجيز البيع بما يبيع به الناس مطلقا، إلا في أحد صورتين. الصورة الأولى ألا ينقضي مجلس التعاقد إلا وقد علم السعر،
فيكون العقد في أول المجلس، فلا ينفض مجلس التعاقد إلا وقد علمه. والصورة الثانية أن يكون ما يبيع به فلان أو ما يبيع به الناس هو في الحقيقة هو سعر المثل، فكأنه قال بعتك بما الناس يبيعون به الذي هو سعر المثل. والشيخ تقي الدين عنده توسع كبير في تعريق الأحكام بسعر المثل، فيقول كما أنه في النكاح إذا نفي، ليس إذا نفي بل إذا فسد المسمى أو لم يسمى سكت عن تسميته فالمرأة مهر المثل، فكذلك في البيع لأن الحكم فيهما واحد. نعم تفضل الشيخ. أو بألف درهم ذهبا وفضة أو أسقط لفظة درهم. طيب هذه المسألة ليست متعلقة بمسألة البيع بالسعر، التي بعدها متعلقة بالبيع بالسعر، لكن سنذكرها لأنها واردة. هذه المسألة متعلقة بالجهل بالثمن، كيف ذلك؟ قال إذا باعه بألف درهم ذهبا وفضة، قال بألف درهم قد يكون 99 أو 99% منها اللي هي يعني 990 مثلا ذهب وعشرة فضة، وقد يكون العكس، وقد يكون أقل وقد يكون أكثر، فدل ذلك على أن هناك جهالة لما هو الذي يكون ذهبا وما الذي يكون فضة. هنا تعبير العاقد بقوله درهم، الأصل أن الدرهم فضة، ومع ذلك لما قيد فقال درهم ذهبا، فدل على أن المراد ليس الدرهم بذاته وإنما وزن الدرهم، لأن الدرهم يعامل كنقد ويعامل كوزن كوحدة وزن، كان يقول وزن درهم ذهبا أو وزن درهم فضة، وزن درهم فضة هو الدرهم والفضة، وذلك قال لا يجوز. ثم قال أو أسقط لفظة درهم، فقال بألف ذهبا وفضة، هذا أشد جهالة لأن ما يعرف وزنه، هناك معروف وزنه بوزن ألف درهم، والدرهم يعاد تقريبا هو أقل 3 جرام، فكأنه قال بوزن 3000 جرام ذهبا وفضة، لكن كم الذهب كم الفضة لا نعلم. الثاني أشد، قال بألف ذهبا وفضة، فالجهالة من جهتين، من جهة التمييز والعدد، فالألف قد يكون 1000 جرام وقد يكون 1000 كيلو جرام وقد يكون غير ذلك. نعم تفضل. أو بما ينقطع به السعر. نعم هذه الصورة الثالثة من صور البيع بالسعر، وهي داخلة في المسألة التي ذكرت سبقت معنا. البيع بالسعر هو أو الصورة الثالثة من بيع بالسعر هو أن يقول بما ينقطع به السعر، عندما يكون هناك بيع مزايدة زي الحراج، نسميه الحراج، هو بيع مزايدة، فيجي واحد يقول شوف أدخله في الحراج أو أدخله في الساحة للسيارات، يمكن أغلب نتعامل في المزايدة في السيارات، ما الذي تأتي به؟ أنا موافق. المذهب أنه لا يجوز لأنه يوجد جهالة، وجه الجهالة أنك لا تدري بما ينقطع، قد يدخل السوق من لا يرغب بالسلعة فتنخفض، وقد يدخل في السوق كثير ممن يرغب بالسلعة فيكون هناك مزايدة تزيد، فعندما تلزم الشخص بالثمن الذي يعني يخرج عن المعتاد أو ينقص عنه فيه ضرر لأحد الطرفين. هذا المذهب. الشيخ تقي الدين يرى أنه يجوز، لأنه يقول إن من صور معرفة الثمن المثل بيع المزايدة، والحقيقة أن هذا قد يقبل في بعض المزايدات لا في مطلق المزايدات، هناك أسواق قائمة يوجد فيها وبكثرة غالبا يعني السعر هو سعر مثل سوق الخضار مثلا، سوق الخضار مثلا يعني في الرياض الحراج الكبير هذا مزاد منضبط في الغالب، لكن هناك مزادات لاثنين ثلاثة يحضرها، قد تكون لبعض الأعيان خاصة في الأشياء الصغيرة، فقد لا يكون في فقد يكون الغرر فيه كبيرا. فكلام الشيخ تقي الدين قد يقبل في بعض المزادات دون بعضها، لأن بعض المزادات تكون عادلة فتعطي سعرا مثل، وبعض المزادات قد تكون مجحفة في كثير من الصور. أحسن الله عليكم. أو بدينار مطلق وفي البلد نقود كلها رائجة لم يصح. نعم لم يصح لجميع الصور الخمسة السابقة التي سبق ذكر 4، وبقية الخامسة وهي إذا باعه بدينار أو بدرهم مطلق يعني غير معين، فلم يقل بدرهم وزنه كذا أو بدرهم مثلا الدرهم الإسلامي، إذا قالوا الدرهم الإسلامي هو الدرهم الذي سكه عبد الملك بن مروان وبقي إلى الآن يسمى الدرهم الإسلامي، وكل بلدة كانوا يسكون درهما يزيد وينقص، وأشكال الدراهم عندما نرى المسكوكات يرى فرقا وبونا كبيرا بينها في الوزن، ومثله أيضا الدينار، فإن الدنانير بعضها يزيد عن بعض، والدرهم الإسلامي هو الذي لم يتغير في جاهلية ولا إسلام 4 جرامات وربع تقريبا، هذا محله في الصدر الأول، لكن بعد ذلك أصبحت الدراهم منها المكسر ومنها السريم ومنها الأسود ومنها الأبيض وغير ذلك. قالوا لو باعه بدينار مطلق أو بدرهم مطلق وفي البلد نقود كلها رائجة لم يصح، أي لم يصح ذلك العقد لكون الثمن غير معلوم، لأنه
لم يعرف نوع الدينار أو الدرهم كم عيار، مثل لو قالت مثلا بعتك بجرامين ذهب وسكت مثلا، ولا يوجد هناك عرف. جرامين ذهب قد تكون عيار 24، قد تكون عيار 18، قد يكون 12، الآن يوجد عيار 12، ربما يكون هناك أقل، وكلها تسمى جرامين ذهب أو كيلوين ذهب، فلا بد أن يحدد نوعه إذا كانت كلها رائجة. قبل أن أنتقل لتتمة الجملة، التتمة سيأتي بعد قليل، تعبير المصنف بقوله كلها رائجة، ظاهر كلامه أن مجرد وجود الرواج لهذه الدراهم والدنانير لا يصحح العقد، ولكن القيد الذي سنقرأه بعد قليل يدل على أنه ليس كذلك، وأنه لابد أن تكون متساوية في الرواج. وذلك عبارة المصنف بأن كلها رائجة قد يكون غير دقيق، وأدق منها عبارة من عبر من الفقهاء بقولها كلها متساوية في الرواج. لما؟ لأن لها عندنا ثلاث حالات باب القسمة العقلية: أن تكون متساوية في الرواج فلا يصح العقد، الحالة الثانية أن يكون أحدها رائج فينصرف إليه، وهذا لا شك فيه واضح، الحالة الثالثة هذا هو الذي سيأتينا بعد قليل أن يكون بعضها غالبا في الرواج، والثانية لكن رواجها ضعيف، فنحمل العقد على الغالب حينئذ. وهذا الذي قال به المصنف في الجملة التي بعدها، قال: وإن كان فيه نقد واحد، وهي الصورة الثانية أن أحدها رائج دون الباقي، أو فيه نقود أي في البلد، وأحدها أي أحد النقود الغالب أي الغالب رواجا، فإنه ينصرف إليه. قال المصنف: صح أي العقد، وانصرف المسمى من الدينار أو الدرهم إليه أي إلى الرائج أو الغالب رواجا. قبل أن ننتقل التي بعدها فقط أؤكد على قاعدة مهمة: الفرق بين اختيارات شيخ الإسلام في هذه شروط البيع فيما يتعلق بالمعرفة والعلم وقول المذهب، وهو قضية ما الذي يتحقق به العلم. نبه الشيخ على قاعدته، قال الشيخ: أن الفقهاء يعبرون ينظرون لما ذكره الفقهاء هو معيار العلم، والشيخ يقول: لا، معيار العلم بالثمن والمثمن إنما هو أهل السوق والعرف، فتختلف أعراف الناس في ما يحصل به نفي الجهالة عن الثمن ونفي الجهال أو عن المثمن، هذا هو ضابط كلام الشيخ. فخلاف الشيخ في هذه المسائل ليس خلافا في أصل المسألة، وإنما خلاف الشيخ في تحقيق المناط فيها، مناطه متفق معهم في اشتراط العلم والمعرفة، ولكنه يقول: هل هذا معرفتكم أنتم أم معرفة التجار وأهل العرف وعامة الناس؟ وإن باعه بعشرة صحاحا أو أحد عشر مكسرة أو بعشرة نقدا أو عشرين نسيئة لم يصح ما لم يتفرقا على أحدهما. نعم، هذه المسألة هي آخر ما يتعلق بالشرط السابع، ويتعلق بهذا الشرط أو بهذه الجملة التي قرأت مسألة يعني أريدك أن تنتبه لها، وهي أن هذه المسألة في الحقيقة مسألتان وليست أربع. كيف؟ المسألة الأولى هي قول المصنف: وإن باعه بعشرة صحاح أو أحد عشر مكسرة لم يصح، والمسألة الثانية هي قوله: وإن باعه بعشرة نقدا أو عشرين نسيئة لم يصح. إذ الفرق أن هنا الجملة وهي قوله، ركز معي، بعشرة صحاح أو، هذه أو الأولى، أحد عشر مكسرة أو، هذه الثانية، بعشرة نقدا أو عشرين نسيئة، أو الأولى والثالثة للتخير، وأو الثانية للتنويع لبيان صورة جديدة تختلف عن الصورة السابقة. نرجع لحل المسألة. يقول المصنف: إذن معنى أو الأولى والثالثة سواء، والثانية مختلفة عنها بالمعنى. قال المصنف، وهذا يدلنا على أهمية معرفة معاني الحروف، الأصولون عندما ركزوا على معاني الحروف لم يكن تركيزهم يعني عبثا، فإن فهمه فهم معاني الحروف مفيد في فهم نصوص الشرع، ومؤثرا في فهم كلام العرب فيما بينهم، ومنها كلام الفقهاء. وكلام الفقهاء والأصوليون في معاني الحروف قد يكون أحيانا وليس دائما أكثر من كلام اللغويين. نعم، في بعض الأبواب اللغويون أكثر، مثل اللام، ألف اللغويون كتبا في اللام، معاني اللام يسمونها اللامات، أظن الزجاج، طبعا الزجاج له كتاب معاني الحروف وله كتاب في اللامات، ولكن في بعض الحروف تكلم عنها الفقهاء ما لم يتكلم عنه اللغويون كالباء. وتعرفون خلاف الشافعي في الباء، هل الباء تكون للتبعيض؟ وأطالوا عليها. يقول: وقد زعم الشافعية للشافعي، فليس في كلام الشافعي أن الباء للتبعيض، وإنما زعم الشافعية أن الباء للتبعيض. هذه مسألة يعني هناك. نرجع لكلام المصنف. قال الشيخ: وإن باعه بعشرة صحاحا أو أحد عشر مكسرة لم يصح، بمعنى أنه يقول: بعتك هذه السلعة وأنت بالخيار، فأو هنا للتخير، إما أن تعطيني عشرة صحاح
أو 11 مكسرة، أو يقول له أبيعك أنت بالخيار، إما أن تدفع لي $100 أو تعطيني 400 ريال. طبعا خلنا نغير الريال لأن الريال مربوط سعره بالدولار، خلنا نجيب سلعة خلنا نقول 500 جنيه مصري أو 5000 جنيه مصري، أنا أدري كم سعر الصرف الآن. فأعطاه سعرين مختلفين في القيمة. يقول الشيخ أنه لا يصح، لأنه قد يأخذ بأحدهما دون الآخر، إلا في حالة واحدة، إذا تفرق من المجلس بعد أن يتفق على أحد السعرين. هذا واضح. المثال الثاني هو الذي مهم لنا. قال أو باعه بعشرة نقدا أو 20 نسيئة. يقول لك البائع بعتك هذه السلعة وأنت بالخيار، تريدها مقسطة ب20,000، تبي كاش نقدا ب10. فهنا شوف صراحة يقول بعشرة نقدا أي حالة أو 20 نسيئة، أنت مخير، لا يصح العقد إلا إذا اتفق على أحد الثمنين قبل التفرق. هذه المسألة فقط ما قلت لك هي مفيدة، لأنك قد تجد في كلام بعض السلف النهي عن هذا العقد، وهو أن يقول بعتك بعشرة نقدة أو بعشرين نسيئة. فهم بعض الفقهاء وهم بعض الشافعية ومشى عليه بعض الناس يعني أن هذا يدل على تحريم بيع التقسيط بأن يقول لك سعر مؤجل وسعر حال. نقول إنما محل هذا إذا تفرق من مجلس العقد ولم يتفق على أحد الثمنين، وأما إذا اتفق على أحد الثمنين فكأنه قال اتفقنا خلاص على النسأ اللي هو التأجيل الأقساط، أو اتفقنا على الثمن فقط. هذا اللي فهم أيضا كلام السلف في هذه المسألة مهم جدا، وجدت كثير من طلبة العلم قد يشكل عليه ذلك. هناك حديث النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين في بيعة. هذا الحديث له معان قد تصل 7 معاني. أحد المعاني له هو هذا، وهو أن يكون المراد بالنهي عن بيعتين في بيعة أن يكون هناك ثمنان ويتفرقان من المجلس دون اختيار أحد الثمنين، فقد يكون البيعة الأولى نسأ والبيعة الثانية نقدا، فيتفرقان المجلس من غير بت في أحد البيعتين فيبطل العقد حينئذ لوجود الغرر البين. حسنا لكم. ولا ب100 على أن أرهن بها وبالقرض الذي لك هذا. نعم، أيضا هذا الشرط نلحقه بما سبق لأن الثمن فيه مجهول، فقط يحتاج إلى شرح المثالين. المثال الأول قول المصنف ولا ب100 على أن أرهن بها، هذه صورتها أن يأتي مشتري لآخر فيقول بعني هذا الشيء أو بعني هذه العين ب100 على أن أرهن بثمنه وبالدين الذي علي هذا الشيء المبيع. فيقول من هنا في الحقيقة فيه جهالة من جهة، ومن جهة أخرى أنه داخل في عموم حديث بيعتين في بيعة في أحد التوجيهات. كيف تكون جهالة؟ عندما قال بعني هذه العين ب100 على أن أرهن إلى آخره، هو في الحقيقة بيع ب100 مع منفعة مجهولة التي هي الرهن والوثيقة، فحينئذ يكون فيه جهالة. الصورة الثانية قوله وبالقرض الذي لك، مثل أن يقول أقرضني خلنا نقول 1,000 أو نحو ذلك. طبعا بالقرض تكون مكان عقد البيع، مكان عقد البيع يكون قرض، بدل ما يقول بعني فيقول أقرضني، فحينئذ يقول أقرضني هذا على، سواء عبر بعلى أو بشرط أن أرهنك عبدي هذا ب1,000 ألف الدين الذي لك وألف أخرى. فهي نفسها، الأولى قال بعني هذه السلعة ب100 على أن أرهنك نفس السلعة بالدين الذي أخذته مني ب100 والدين الآخر الذي لك علي، فاستفاد العقد مع الرهن والرهن مجهول. الثاني يقول أقرضني 100 على أن أرهنك عبدي بالمبلغ الذي أقرضتني وبالدين الآخر الذي علي وهو 1,000 الأخرى. يقولون هذا لا يصح عندهم لأنه مشروط فيه، أول شيء فيه جهالة، والأمر الثاني أنه شرط فيه عقد آخر. لعله يأتي مناسبة للحديث عن يعني الشرط، يعني قد تأتي مناسبة أخرى ليس في ذهني الآن. أحسن الله لكم. وإن باعوا الصبرة كل قفيز بدرهم والقطيع كل شاة بدرهم والثوب كل ذراع بدرهم صح لا منها كل قفيز بدرهم ونحوه. نعم، هذه المسألة وما بعدها في الحقيقة أدخلها المصنف في الشرط السابع، بينما اختصر كثيرا من هذه المسائل لم يردها صاحب المنتهى. وأما صاحب الغاية فإنه أفرد لها فصلا بعد ذكر الشروط والموانع فجعلها مسألة مستقلة. وهذه مسائل متعلقة
يعني بعض الصور التي يكون فيها جهالة تارة في الثمن وتارة في المثمن. نبدأ بأول مسألة وهي مسألة متشابهة، والمسألة المتشابهة مفيدة لطالب العلم ليدقق فيه. ومن أجمل الكلام الذي نقل عن إمام الشافعي ما نقل محمد بن طاهر القيسراني أنه قال: من تعلم علما فليدقق فيه خشية أن يضيع. ما لم تدقق في العلم وإن كنت غير محتاج له فإنه سيضيع، فإن من عرف الدقائق تسهل عليه الكليات بلا شك. انظر هنا مسألتان قد يظن تشابههما لكن الحكم فيهما مختلف. المسألة الأولى قوله: إذا باعه الصبرة، باعه أي الصبرة كلها، لأنه قال الصبرة تدل على استغراق، كل قفيز بدرهم. مر معنا صورة باعه الصبرة كاملة بعشرة درهم فأعطاه الصبرة جزافا، وهنا لا، كل قفيز منها أو كل كيلو أو كل صاع حسب ما يتفقون عليه بدرهم. هنا ذكر أيضا يصح، إذن بيع الصبرة لها صورتان، صورة تقدمت معنا كلها بسعر واحد، وكلها بكل وحدة قياس وزنية أو كيلية بسعر معين فيصح كذلك. هذا معنى قولي: أو باعه الصبرة كل قفيز بدرهم، لأنه في الحقيقة نوع من أنواع العلم بالثمن والمثمن. المثمن عرف بكونه صبرة، والثمن عرف بعدد الأقفزة وهي مرئية ومشاهدة. قال: والقطيع كل شاة بدرهم، يصح لأن بيع الشياه إذا كانت مشاهدة يصح، فكذلك يقول كل شاة بألف. قال: أو الثوب كل ذراع بدرهم، الثوب المنشور الخام، ومثله الأراضي، لو عنده أرض فوقف عليها المشتري فقال بعتك شفت الأرض، قال إيه؟ قال المتر بكذا، فمثله كذلك. إذن مدام الصبرة والقطيع والثوب مشاهد فيصح بيعه بهذه الصيغة وبهذا المقدار للثمن، ولو لم يعلم حال التعاقد كم مقدار الصبرة وكم مقدار الشياه في القطيع وكم طول الثوب والأرض. ما السبب؟ لأن عدم العلم بالمقدار ليس نفيا لمطلق العلم، بل العلم موجود بمجرد المشاهدة للصبرة والقطيع وللذراع. وذلك عبر صاحب المستوعب قال: لأنه معلوم بالمشاهدة والإشارة أو نحو عبارته. انظر المسألة الأخرى قد تكون مشابهة لها شكلا لكنها مختلفة عنها حكما. قال: لا منها كل قفيز بدرهم ونحوه، أي ونحو المثال السابق، فلا يصح كذلك أن يقول بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، ولا يصح أن يقول بعتك من هذا القطيع كل شاة بكذا، ولا يصح أن يقول بعتك كل ذراع بكذا. الفرق بين الصورة الأولى والثانية فرق من هذه تختلف، فإنه إذا أسقطت من صح، وإذا أثبتت من لا يصح. قالوا: لأن من هذه للتبعيض، فيكون حينئذ الثمن مجهولا، فإنه قد يشتري قطعة من القطع أو ذراعا أو شاة، وقد يشتري أكثر فيكون مجهولا. لماذا فرقوا بين الصورتين؟ وسيأتينا تقييد في هذه المسألة جيد. لماذا فرقوا بين هذه الصورتين؟ قالوا: إن من باع الصبرة كاملة كل قفيز منها بدرهم هو باع شيئا مشاهدا علم قدره بالنظر، فهو معلوم للطرفين بالنظر، ثم الكيل يكون تقديرا بعد ذلك، فحينئذ يكون البيع وقع على أمر صحيح. بينما في الصورة الثانية وهي قوله: من الصبرة بعتك كذا، فإنه وقع على جزء مجهول، قد يقع على نصفها، على ربعها، على جزء قليل وهو 1/100 منها، وعلى ذلك فإن هذا الجهالة في المقدار يدل على أن المعقود عليه غير معلوم، فهو ليس معلوما بالإشارة، ليس مشارا لجميع الصبرة وإنما لبعضها، ليس معلوما بالقدر، لم يقل بعتك 5 أكيال فيتفقان على 5، وليس معلوما بالأجزاء بأن يقول بعتك نصفها، وإنما هو مجهول، فيؤدي للاختلاف بينهم. كيف يؤدي الاختلاف؟ يأتي المشتري يقول اشتريت 100 صاع أو 100 قفيز، يقول لا الباعها، فيكون هناك خصومة بينهم إذا كان العقد تم ولم يكن التقابض إلا بعد اختلاف خروج من انتهاء المجلس. هنا قيد أورده بعض المتأخرين وهو بن فيروز، قال: إن التعليل الذي نقلت لكم عن الفقهاء معناه، قال: هذا يدل على أننا ننظر لقصد البائع عندما قال بعتك من هذه الصبرة ومن هذا القطيع ومن هذا الثوب أو من هذه الأرض من، قال: فإن قصد بمن أنها تبعيضية لم يصح العقد، وإن قصد بمن أنها بيانية أو أنها للابتداء فإنه يصح، وعلى ذلك فإن الحكم يختلف باختلاف قصد البائع المتكلم. هذا كلام بن فيروز في حاشيته على الروض. نعم، أحسن رأيكم. وإن قال بعتك هذه نحوه، شرحتها أن نحوه بأن يقول بدل
من الصبرة يقول من القطيع أو من الثوب. تفضل. وإن قال بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم على أن أزيدك قفيزا أو أنقصك قفيزا لم يصح، لأنه لا يدري أيزيده أم ينقصه، ولو قال على أن أزيدك قفيزا لم يصح. يقول هنا لو قال بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم على أن أزيدك قفيزا أو أنقصك قفيزا، هنا أو للتخير، فهي جملة واحدة ليست مسألتان. هو متردد يقول رب هالصبرة سأبيعها بمئة بعشرة دراهم وفي شرط احتمال أزيد قفيز واحتمال أنقص قفيزا، فهنا يوجد تردد. قال المصنف لم يصح، وضح بالتعديل، قال لأنه لا يدري أيزيده أم ينقصه، هذه واضحة جدا. المسألة الثانية شبيهة بها لكنها أقل غررا، قال ولو قال على أن أزيدك قفيزا ولم يقل أو أنقصك قفيزا، قال المصنف أيضا لم يصح. والسبب قالوا لأن القفيز غير معلوم المقدار، فحينئذ لما كان غير معلوم المقدار فإنه لا يصح، غير موجود، هو غير الصبرة موجودة فلم يره المعقود عليه، قال سأزيدك قفيزا، وإن هذا القفيز سيأتي من داخل، قد يكون قفيز رديء وقد يكون قفيز جيد، قد يكون مسوس إذا كان مطعوما وقد يكون نظيفا، قد يكون مخلوطا بغيره، فهنا عدم معلم المقدار أو المعين، يعني المعين غير معلوم ما هو الذي سيكون من جودة ما في ذلك القفيز، فيكون هناك في نوع غرر. إن شاء الله لما ننتهي سأذكر قاعدة الغرر إن لم أنسى. وإن قال هذا المسألة الأخرى، وإن قال على أن أزيدك قفيزا من هذه الصبرة الأخرى أو وصفه وصفة يعلم بها صح. انظر هنا، هذه تشبه السابقة في الظاهر لكنها هناك فرق. قال لو قال بعتك هذه الصبرة كاملة وسأزيدك قفيزا من الصبرة الثانية، إما من نفس النوع بر زي أو من الشعير أو الرز، قال يصح لأن القفيز الثاني شاهده على أن أزيدك قفيزا من هذه، هنا معين، الأخرى حاضرة، ذاك عبر بالأخرى. قال أو وصفه، قال أو عندي لك رز النوع الفلاني، الجودة الفلانية، الإنتاج الفلاني، كسر الفلاني، وهكذا، فيصح. أو مثلا سأعطيك بر وادي الدواسر مثلا مشهور جودته مثلا معينة، أو الذرة الحمراء النابتة في جازان مثلا معروف جودتها تختلف عن الذرة التي في جوف، وهكذا. هنا فقط لكي تعرف الفرق بين المسألتين، هو قضية القفيز الزائد هل هو معلوم أم ليس معلوم بس. وإن قال على أن أنقصك قفيزا لم يصح، هذه المسألة قد تشكل بعض الشيء. إن قال بعتك هذه الصبرة كلها وسأنقص منها قفيزا واحدا، قال الشيخ إنه لا يصح مطلقا. لماذا قال لا يصح؟ لأن نسبة، شوف عبارتي، نسبة القفيز لكل الصبرة مجهول، فقد يكون القفيز نصف الصبرة، وقد يكون ربعها، وقد يكون جزءا قليلا منها، فحينئذ تكون النسبة غير دقيقة، فلذلك لم يصح. ولذلك هذا هو محل إشكال، جاء بعض المتأخرين وهو الشيخ منصور فقال إن هذه المسألة وهي مسألة إن قال على أن أنقصك قفيزا محل ذلك إذا لم يكن عدد أقفزة الصبرة معلومة، إذ لو كان عدد الأقفزة معلومة أنها خمسة أقفزة فكأنه قال بعتك أربعة أخماسها، لو كانت عشرة كأنه قال بعتك تسعة أعشارها، إذن هذا القيد يحل لك إشكالا في قضية أن العبرة بالعلم وعدمه ونفيه. وإن قال بعتكها كل قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزا من هذه الصبرة الأخرى لم يصح. نعم، هذه شبيهة بالسابقة، حينما قال بعتك كل قفيز بدرهم، هذه سبق معنا، على أن أزيدك قفيزا من هذه الصبرة الأخرى، هذه فيها جهالة ليس للثمن وإنما الجهالة للمثمن، فالمثمن هو المجهول، وذلك أنه باع بالدرهم الواحد قفيز وشيء. طيب إذا كان قد اشترى قفيزا واحدا أو كانت الصبرة قفيزا واحدا فقد باعه بدرهم قفيز الصبرة وقفيز آخر، وإذا كانت الصبرة عشرة أقفزة وهما لا يعلمان مقدارها فقد باعه بالدرهم الواحد القفيز الذي اتفقوا عليه لفظا وعشر، هو أقل تقريبا لأنها بالنسبة يعتبر أقل، وضحت كيف جت العشر بنسبته إلى المجموع. فلذلك هذا الشيء الذي باعه بالدرهم، الدرهم يقابل ماذا؟ يقابل القفيز المنصوص عليه ونسبته من عدد الأقفزة إلى القفيز المزيد، فيكون شيئا وهذا يكون مجهولا، فحينئذ يكون من الغرر. طبعا هذا شوف المذهب يشدد في كل ما يؤدي إلى الخصومة، فهم يحتاطون فيه كثيرا جدا،
وهذه القاعدة ذكرتها قبل قليل، أو المعنى ليس قاعدة، المعنى مؤثر في اختيار الشيخ تقي الدين في المسألة، سنذكرها عندما نذكر قاعدة القرار. نعم. أحسن الله لكم. ولو قصد أني أحط ثمن قفيز من الصبرة لا أحتسب به لم يصح. نعم، يقول ولو قصد أي البائع من قوله بعتك كل قفيز على أن أزيدك قفيزا من هذه الصبرة الأخرى، قال قصدي أن أحط ثمن قفيز من الصبرة أحد الأقفزة سيكون مجانا، يقول لم يصح، لأنه لو نسبت هذا القفيز الذي خصم من السعر الكلي قد يكون 50% وهو أكثر شيء، وقد يكون أقل، إيش قلت 50% لأنه قفيز وقفيز، وقد يكون أقل من 50 فيصل إلى 1% عندما تكون أقفزة قريبة من ذلك. وإن علم قدر قفزانها أو قال هذه عشرة أقفزة بعتكها كل قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزا من هذه الصبرة، أو وصفه بصفة يعلم بها صح. نعم، لأن معناه بعتك كل قفيز وعشر قفيز بدرهم. نعم، هذا القيد الذي ذكره منصور يعني يرجع لما سبق، لكن المصنف أفرده بصيغة أخرى، فقالوا فإن علم قدر قفزانها أي علم قدر قفزان الصبرة صح فيما سبق في كل ما قلنا إنه لا يصح، قال أو قال هذه عشرة أقفزة، فكان عالما بقدر قفزان هذه الصبرة، قال بعتها كل قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزا من هذه الصبرة يصح، لأن كان قال بعتك هذا المعلوم وهو عشرة وسأزيدك واحدا بالطريقة الفلانية، قال أو وصفه بصفة يعلم به كذلك صح، قال لأن معناه بعتك كل قفيز وعشر قفيز بدرهم، كل قفيز من هذه الصبرة وعشر قفيز من الصبرة الأخرى أو عشر قفيز من الصبرة التي وصفها، فيكون معلوم المقدار ومعلوم الصفة. وإن لم يعلم القفيز أو جعله هبة لم يصح. نعم، قوله وإن لم يعلم القفيز كيف؟ بأن كان بينهم قال عندك عشرة أقفزة، ثم إن هذا القفيز الوحدة التي يقاس بها في الكرتون فقد، فلم نعرف كم مقدار ذلك القفيز الذي قال بعتك عشرة أقفزة أو أزيدك قفيزا ونحو ذلك، قال أو جعله هبة له لم يصح. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة يكون قد جمع عقدين في عقد، وسنتكلم عن جمع العقدين في عقد بعد ذلك إن شاء الله. وإن أراد أني لا أحتسب عليك بثمن قفيز منها صح. نعم، كأنه أيضا يعني قال سأنقص لك من الثمن هذا فإنه يصح حينئذ مثل ما سبق. وإن قال على أن أنقصك على أن أنقصك قفيزا صح، لأن معناه بعتك تسعة أقفزة بعشرة دراهم. هذه متعلقة بالمثالين السابقين. صحيح. صحيح. وما لا تتساوى أجزاؤه كأرض وثوب وقطيع غنم فيه نحو من مسائل الصبرة. نعم، قول المصنف وما لا تتساوى أجزاؤه تقدم معنى أنه يصح بيعه بشرط النظر إلى جميع أفراده، والفرق بينه وبين بيع الصبرة والمتساوية الأجزاء أنه يجوز بيعه لمشاهدته مجملا دون النظر إلى أفراده ومعرفة عددهم. قول المصنف وما لا تتساوى أجزاؤه كأرض وثوب وقطيع وغنم فيه نحو، هنا عبر بنحو ولم يقل مثل، فدل على أنها تشبه مسائل الصبرة وليست مثلها من كل وجه، فهي فرق، وتكلمت عنكم قبل قليل في الفرق قبل قليل، أنه لا بد من النظر لجميع أفرادها التي لا تتساوى أجزاؤها كقطيع الغنم والثوب المتغاير وهكذا. ما هي التي تشبه مسائل الصبرة؟ في المسألة ذكرناها من قول المصنف وإن باعه كل صبرة، وإن باعه الصبرة كل قفيز بدرهم وما بعدها، نفس الأحكام لو قال إن باعه كل قطيع أو إن باعه القطيع كل شاة بدرهم وهكذا. وإن باعه بمئة درهم إلا دينارا أو إلا قفيزا من حنطة أو غيره لم يصح. نعم، هذه مسألة تذكر في كتب الفقه والأصول معا، وهي مسألة الاستثناء من غير الجنس. فالاستثناء من غير الجنس يقول لا يصح في قول عامته. المثال الذي أورده المصنف بأن يقول بعتك بمئة درهم، الدرهم فضة، إلا دينارا، الدينار ليس فضة فهو مختلف عنه، قال أو قال، وهذا هناك فائدة في ذكر المثالين سأورده بعدما نشرح المثالين، قال أو قال إلا قفيزة من حنطة، بعتك هذه السلعة بمئة دينار إلا قفيزا وحدة كيل من الحنطة أو غيره من الأمثلة أو غيره من الأعيان المستثنى. قال المصنف لم يصح. مسألة الاستثناء من المجهول له ثلاث أقوال في المسألة. المعتمد، وهذه مرت معنا في كتب أصول الفقه عندما جاء مبحث الاستثناء المتصل في الاستثناء، ومن مباحثه المتفرعة عنه تكلموا الاستثناء من غير الجنس، فيه ثلاثة آراء، منهم من يقول لا يصح،
فالاستثناء يكون حينئذ مجهولا فيبطل الكلام كله، لأن المستثنى مع المستثنى منه كالجملة الواحدة، وهذا هو المعتمد في المذهب واضح. ومنهم من يقول لا يصح إلا في النقدين، فإنه يصح استثناء الذهب من الفضة والفضة من الذهب، هذا الذي أشار إليه المصنف في المثال الأول حينما استثنى الذهب من الفضة فقال وإن باعه بمئة درهم إلا دينارا لا يصح. لماذا قالوا يصح؟ قالوا لأنه في الغالب يكون هناك السعر متقارب، ولكن هذا مشكل، فقد كان في صدر الإسلام الدرهم الدينار باثني عشر درهما، ثم صار بعد ذلك الدينار بعشرة دراهم، ولكن غالبا في الزمان الواحد يكون سعر الصرف بين الدينار والدرهم واضحا. ومن أمثلته التي في زماننا لما يقول شخص لآخر بعتك، أنا أتكلم عن الأشياء التي منضبطة في أو مربوطة بالسعر، بعتك بمئة دولار إلا خمس ريالات، الريال السعودي حاليا مربوط مثلا بالدولار في سعر الصرف، فحينئذ يكون استثناء على المذهب لا يصح لأن الجنس مختلف، ولكن على القول الآخر الذي يقول إن السعر يكون منضبطا فإنه يصح. القول الثالث أنه يصح الاستثناء مطلقا ويرجع فيه للقيمة، وهذا مثال الثالث إلا قفيزا، فتنظر كم قيمة القفيز بسعر المثل ثم تستثنيه، لكن هذا فيه يكون جهالة. لكن على العموم المذهب أن الاستثناء من غير الجنس لا يصح. أصل هذه مبنية على قاعدة أصولية مذكورة في كتب الأصول. أحسن عليكم. ويصح بيع دهن وعسل وخل ونحوه في ظرفه معه موازنة كل رطل بكذا سواء علما مبلغ كل منهما أو لا، وإن احتسب بزنة الظرف على مشتر وليس مبيعا وعلما مبلغ كل منهما صح وإلا فلا لجهالة الثمن، وإن باعه جزافا بظرفه أو دونه أو باعه إياه في ظرفه كل رطل بكذا على أن يطرح منه وزن الظرف صح. بس نقف هنا. هذه المسألة أورد فيها المصنف بيع المائعات كالدهن والعسل والخل ونحوها، يعني يبدو أن الحكم ليس خاصا بالمائعات، مع الظرف، الظرف الذي يجعل فيه نسميه تنك، تنك تباع بتنكها، السمن يباع في التنك، الدبس مع تنكه، وهكذا. نعم في زماننا هذا أصبحت هذه الأشياء التي تعلب قد لا تكون لها قيمة كثيرة جدا، لكن إلى زمن قريب حينما كانت المواد الأولية قليلة عند الناس فالتنك له قيمة قد يزيد أحيانا عن ما جعل في داخله. هذه المسألة في الحقيقة أورد المصنف خمس صور أو ست، ومن باب نسبة الفضل لأهله فهذه الصور الست قسمها ووضحها الشيخ عثمان بن قايد، وكان شيخنا يقولون إن مما يتميز به عثمان بن قايد تقسيمه وتنويعه، يجمع الكلام لزي كذا محيوس ثم يقسم لك يقول هذه تشمل ست صور ثم يأتيك بها، وأنا سأكون عالة على كلامه ثم أرجع في كلام المصنف في ذكر الصور التي أوردها الشيخ عثمان. ذكر الشيخ عثمان أن هذه المسألة ست صور أريدها ثم أرجعها من كلام المصنف واحدة واحدة. أول هذه الصور قال إذا أن يكون البيع للوعاء بما فيه، فيبيع التنك أو الظرف، سمي ظرف أو تنك أو قربة إذا كانت تباع من قرب الجلد أو نحو ذلك، أن يباع الإناء بما فيه وزنا سواء، كلاهما موزونات، فيقول اشتريت الإناء بما فيه، فإنه في هذه الحالة قالوا يصح سواء علم قدر كل واحد من الأمرين الوعاء أو ما فيه أو لم يعلم. هذه أول مسألة أوردها المصنف في قوله ويصح بيع دهن وعسل وخل ونحوه في ظرفه معه، فيكون العقد عليهما معا موازنة أي بالوزن، يوزن كاملة مع التنكة، والتنك حديد والحديد يباع وزنا كل رطل بكذا سواء علم مبلغ كل منهما، كم مبلغ الدهن كم وزن الدهن وكم وزن الظرف، أو لم يعلم ذلك فيصح. إذن هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يباع ما في الوعاء دون الوعاء مع احتساب البائع وزن الوعاء على المشتري، يقول نزن التنك أو القربة ترى الوزن عليك وأنا سآخذ الوعاء، إذن مع وزن الوعاء ويكون على المشتري، ففي هذه الحالة أحكمها؟ قالوا يصح لكن بشرط أن يعلم مبلغ كل منهما، يعني كم وزن الوعاء، إذا عرفت وزن الوعاء عرفت وزن الآخر لأن مجموع الوزن كذا، فإذا عرفت وزن أحدهما عرفت الثاني، مجموع الجميع مع معرفة أحدهما، لكي يعلم المشتري أنه قد زاد عليه الشيء الفلاني. وهذه أمثلتها كثيرة عندنا، وهي مثلا عندما يأتي بإنائك
وتزن مثلا بعض الأشياء الموزونة فيزينه بالإناء، هو باعك مع الإناء بإنائك أنت وحسبه عليك. أما لو باعك مع الإناء فهو من الصورة الأولى، يعني لما تذهب للمحلات فيعطيك إناء بلاستيك وفي داخله شيء معين يباع وزنا، هو يزينه مع الإناء، هذه الصورة الأولى. أما لو كان الإناء منك فهو يبيعك ما في الإناء لكن يزين إناءك معه. إذن هذه الحالة الثانية أين هي في كلام المصنف؟ هي قوله وإن احتسب أي البائع بزينة الظرف، يعني وزن الظرف احتسبها على المشتري ترى تدفع قيمتها وليس مبيعا معه، قد يكون يرجعه له، وقد يكون هو الظرف أو الإناء من المشتري قال ضع لي فيه زيتا أو دهنا. قال وعلم، هذا هو الشرط، مبلغ كل منهما، علم مبلغ وزن الظرف وعلم مبلغ وزن ما بداخله، إذا عرفت المجموع وعرفت أحدهم عرفت الثاني. قال المصنف صح أي صح، وإلا فلا أي وإن لم يعلم مبلغ كل منهما فيه جهالة، هذه الحالة الثانية. طبعا هنا عللها قال لجهالة الثمن، واضح هذا من باب التعليم. الحالة الثالثة أن يبيع أو أن يباع الوعاء بما فيه ولكن من غير وزن وإنما جزافا، هذا الموجود عند أغلب الناس، بعتك تنكة، تنكة السمن أو تنكة التمر أو بعتك تنكة دبس بما فيه جزافا يقولون يصح، وذلك يقول المصنف وهذا السر وإن باعه جزافا بظرفه صح. شوف صح جاءت بعدين، هذه الصورة الثالثة، وإن باعه جزافا بظرفه صح كذلك، هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة أن يبيعه الوعاء أو يبيعه ما في الوعاء دون الوعاء جزافا من غير وزن، عنده تنكة يقول هذه تنكة أبيعها لك بعشرة بس جيب لك شيء أصبها فيه أيضا تصح، وذلك قام صنف أو دونه أو دون الظرف، هذه الصورة الرابعة. الصورة الخامسة وهي أن يبيع الوعاء بما فيه وزنا ويشترط أن يسقط من وزن المجموع وزن الظرف الإناء، فحينئذ يقول ترى سأشتري منك الوعاء بما فيه بس شوف الوعاء أسقط وزنه لأنه ما يستحق هذه القيمة التي يشترى بها الدهن أو السمن أو نحو ذلك، فحينئذ يحسب الظرف على البائع ولا يحسب على المشتري عكس الصورة الثانية. فنقول أيضا يصح لكن بشرط كالصورة الثانية أنه لابد أن يعلم كم مقدار الوزن، هذا ذكر المصنف قال أو باعه إياه في ظرفه كل رطل بكذا أي موزونا على أن يطرح منه وزن الظرف، نقص قيمة الوزن الظرف، الظرف لا يستحق، قال المصنف صح لكن أيضا بشرط أن يعلم السعر، طبعا لم يذكر ذلك المصنف لكن نأخذها مما قبل وصرح به صاحب المنتهى، هذه الصورة الخامسة. الصورة السادسة أوردها صاحب الشيخ عثمان وهو أن يبيع ما في الوعاء دون الوعاء وزنا على أن يسقط منه وزن المجموع ووزن الظرف، ففي هذه الحالة يحسب وزنه على البائع. قال وهذه منتشرة في الديار المصرية، هذا كلامه وهي الحقيقة داخلة في الصورة الخامسة بس يقول هذه دائما هكذا قال وهي مشهورة في الديار، لأن عثمان في آخر حياته عاش في مصر ومات فيها. وإن اشترى زيتا أو سمنا في ظرف فوجد فيه ربا صح البيع في الباقي بقسطه وله الخيار ولم يلزمه بدل الرب. نعم هذه سهلة، يقول اشترى زيتا أو سمنا في ظرف يعني في إناء كالتنك فوجد فيه ربا، الرب اللي هو يعني في كتب اللغة يقول هو ثفل السمن والزيت ونحوه، احنا نسميه يعني حثل، هذا الحثل الذي يكون في الأسفل يعني ثقيل جدا ولا يكون زيتا ولا سمنا، وقد يكون يعني من بعض الأشياء التي تكون مع العصر خاصة العصر كان بدائيا قديما. يقول الشيخ إنه إذا اشترى زيتا أو سمنا ثم وجد فيه ربا يعني حثلا تحت ثقيل صح البيع في الباقي أي في غير الربا، قد تأخذ الثلث الربع وله أي للمشتري الخيار ولم يلزمه بدل الرب، له الخيار أن يقول لا أريد لازم تركة كاملة وهذه الرب فيها كثير فأريد فسخ العقد، وله الحق أن يرجع بأثر العيب فيقول إن هذا الرب يعادل ربع التنكة أو الظرف فأعطني رد علي ربع قيمتها. فصل في تفريق الصفقة. نعم بدأ المصنف في مسألة وهي مسألة تفريق الصفقة، وهذه المسألة خالف فيها الحنابلة الجمهور من الحنفية والمالكية ووافقهم كثير من أصحاب الشافعية في جواز تفريق الصفقة، وجمال تفريق الصفقة أن فيها تصحيحا لكثير من عقود الناس، فعند الفقهاء مبدأ يسمونه تصحيح العقود، قد يكون شكله باطلا ولكن نصححه، يكون تصحيح العقود بإلغاء بعض شروطه
وقد يكون تصحيح العقد بتفريق الصفقة فيه فتصحيحها في بعضها دون بعضها، وقد يكون تصحيح العقد كذلك بقلب العقد من صورة أخرى كما فعل عمر حينما قلب القراض قرضا، حينما قلب القرض قراضا عفوا، والحديث الموطأ حينما جعل القرض قراضا أي مضاربة. معنى تفريق الصفقة بمعنى أن باختصار أن تكون العقد شكلا واحدا، فحين نقول إن بعضه صحيح وبعضه ليس بصحيح، هذا هو معنى تفريق الصفقة. تفريق الصفقة نصححه في 4 حالات، هذه الحالة ذكرها صاحب الإنصاف. الحالة الأولى إذا تعدد البائع بأن كان هناك أكثر من بائع فباع بائعان شيئا واحدا فقد نصحح بيع الأول دون الثاني مع أن المعقود عليه شيء واحد. الحالة الثانية بتعدد المشترين فقد تباع العين الواحدة على 2 نصححها لأحدهما دون الثاني. والأمر الثالث بتعدد المثمن فيكون المعقود عليه أكثر من شيء فنصححه في بعضها دون بعضها. وانتبه الرابعة فإنها دقيقة، قال صاحب الإنصاف أو بتفصيل الثمن على الصحيح، ليس بتعدد الثمن مطلقا وإنما بتفصيله، وسيأتي الإشارة لمعنى هذه الكلمة بعد قليل. نعم تفضل. وهو أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح صفقة واحدة بثمن واحد. نعم، يقول المصنف إن المرأة إذا جمع في عقد واحد بين ما يصح بيعه وما لا يصح، وهنا أغلب الحديث متجه للصورة السابقة باعتبار المعقود عليه وليس باعتبار تعدد البائعين ولا تعدد المشترين، فيجمع في الصورة الواحدة بين ما يصح بيعه وما لا يصح صفقة واحدة أي في عقد واحد وتلفظ واحد وبثمن واحد. تعبير المصنف بقوله بثمن واحد هي المسألة التي ذكرتها قبل قليل أن العبرة بتعدد المثمن لا بتعدد الثمن، وهذه انتبه لها لأن ستأتينا فائدتها بعد قليل في مسألة دقيقة جدا. إذا جمع هذين تارة نقول بتفريق الصفقة وتارة لا نقول، فإذا قلنا بتفريق الصفقة صححناها في الجزء الذي فرق وأبطلناه في الجزء الذي الآخر، وإذا لم نقل بتفريق الصفقة فمعنى أنه لا يمكن تمييز أحد القسمين عن الآخر فلا تفرق الصفقة، فلا تفرق الصفقة حينئذ. ولذلك فإن الأولى أن يزاد في هذا القيد أن تفريق الصفقة هو أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح صفقة واحدة بثمن واحد ثم يحكم بصحته في الجزء الأول أو في القسم الأول وهو ما يصح بيعه، لأننا إذا لم نصححه لا نقول أنها فرقت الصفقة. تفضل يا شيخ. وله 3 صور إحداها، نعم 3 صور غالبا على سبيل الحصر، إحداها باع معلوما ومجهولا تجهل قيمته أي يتعذر علمه فلا مطمع في معرفته، ولم يقل كل منهما بكذا كقوله بعتك هذه الفرس وما في بطن هذه الفرس الأخرى بكذا فلا يصح. نعم نبدأ الآن. الصور الثلاثة تفريق الصفقة أولها هو بيع المعلوم والمجهول معا، وبيع المعلوم والمجهول معا له حالتان، قرأ الشيخ الحالة الأولى وبقية الحالة الثانية. الحالة الأولى لا يوجد فيها تفريق صفقة، والحالة الثانية حكم الفقهاء بتفريق الصفقة فصححوه في المعلوم دون المجهول. ما هي الحالة الأولى؟ الحالة الأولى باع البائع شيئين صفقة واحدة، أحد الشيئين معلوم والثاني مجهول، لكن هنا هو الفرق أن المجهول يتعذر علمه، وذلك يقول المصنف مجهولا تجهل قيمته أي جهالة، يعني الجهالة ما هي؟ أي يتعذر علمه فلا مطمع في معرفته مطلق، لا يمكن معرفته ولا بقيمته. وعبر صاحب التصحيح في تصحيح الفروع قال بحيث لا يمكن الاطلاع عليه وعلى قيمته أو على قيمته. انظر هنا قال الشيخ ولم يقل كل منهما بكذا، قوله ولم يقل كل منهما بكذا ستأتينا مفهومها بعد قليل أنه إذا قال كل منهما بكذا فسيصح، إلى هنا واضح. قال كقوله بعتك هذه الفرس وما في بطن هذه الفرس الأخرى بكذا. قبل أن أذكر هذا المثال خلنا آتيك بمثال أسهل. لما يقول شخص لآخر بعتك 5 كيلوات من البر وما في الكيس الفلاني الذي لم يرياه كله ب100 ريال، والذي في الكيس الفلاني أو في الغرفة الفلانية جاءه ما يمنع بقاءه بأن تلف أو احترق أو نحو ذلك، فهنا يتعذر تعذرا كاملا معرفة الثاني، فلما تعذر الثاني لم يمكن نسبة الأول إلى المجموع، لأنه لو أمكن معرفته قلنا هذا يعادل النصف فنصححه في نصف الثمن،
الفقهاء عندما أوردوا تفريق الصفقة بعد شرط معرفة الثمن لتعلقه بالثمن، فإن الثمن بعضه متعلق بمثمن معلوم وبعضه متعلق بمثمن مجهول أو لا يصح، فحينئذ نصححه في المعلوم دون المجهول فنقسطه عليه. إذن هذه الصورة الأولى. عندي فيها مسألتان أو مسألة واحدة. المثال الذي أورده المصنف وهو مشكلة شوي، قال كقوله أي قول البائع: بعتك هذه الفرس وما في بطني هذه الفرس الأخرى بكذا. فباعه شيئين، هذا والثاني. ما في فرس الأخرى مجهول ولا يمكن الاطلاع عليه، قد يخرج حيا قد يخرج ميتا وهكذا، والعبرة بالاطلاع عليه في وقت التعاقد. فحينئذ نقول إن العقد لا يصح لأجل ذلك، وبيع الحمل غير، لا تقول إن سيولد، فإنه إذا ولد أصبح شيئا آخر، ولا يمكن أيضا معرفة مقداره لأن الحمل في الشرع غير مقوم فلا تعرف مقداره. المولود هذا شيء آخر، قال بعتك الحمل الذي في البطن، ولم يقل المولود، حتى المولود لا يجوز بيعه لأنه مجهول كذلك. إذن المجهول المعين نتكلم. إذن هنا يقول لا يصح. ما هو محل الإشكال؟ هي مسألة دقيقة. منصور يقول هذا المثال: بعتك هذه الفرس وما في بطن هذه الفرس الأخرى بكذا، لا يصح ولو قال كل منهما بكذا. مع أن ظاهر كلام المصنف لما ذكر المناط الكلي حينما قال باع معلوما ومجهولا تجهل قيمته أي يتعذر علمه فلا مطمع في معرفته، ولم يقل كل منهما بكذا لا استثناء، ثم أتى بمثال لما سبق. لماذا قال منصور هذا الكلام؟ وهذا استظهار من هو، لأنه قال هذا ما ظهر لي ولم ينقله عن أحد. قال فلا يصح ولو كان قد بين ثمن كل منهما، لأن دخوله بالتبعية لا يتأتى بعد مقابلته بثمن. يقول هو داخل على سبيل التبعية لا كذا. وهذا الكلام منصور نقله تلميذه محمد الخلوتي، ثم نقله تلميذه عثمان ولم يعترضوا عليه، وأنا في نفس الشيء من هذا التعليل. وكلامهم عام يشمل بيع الفرس وما في بطنها ولو قدر قيمة الحمل، فقال الفرس بألف والحمل بمئة، سواء كان الحمل في بطن الأم أو في بطن الولد. طبعا المصنف لماذا قال الفرس الأخرى ولم يقل في بطن الولد؟ عشان نخرج من الخلاف الذي سبق فيما لو باعه يعني ولم يقصد الولد. الحالة الثانية في بيع المعلوم المجهول الذي تفرق فيه الصفقة، تفضل. فإن لم يتعذر علمه أو قال كل منهما بكذا صح في المعلوم بقسطه وفي قوله كل منهما بكذا بما سماه. نعم، هذه الحالة الثانية، وهو أن لا يتعذر علمه بأن يمكن معرفته فإنه يقسط، أو قال كل منهما بكذا فإنه يقسط على ما تعاقد عليه. قال المصنف صح في المعلوم بقسطه أي بنسبته، وفي قوله كل منهما بكذا بما سماه أي بقسطه مما سماه، هل يعادل النصف الربع الثلث؟ أحسن الله. الثانية: باع مشاعا بينه وبين غيره بغير إذن شريكه كعبد مشترك بينهما، أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كقفيزين متساويين لهما، فيصح في نصيبه بقسطه وللمشتري الخيار، إذا لم يكن عالما وله الأرش إن أمسك فيما ينقصه التفريق ذكره في المغني وغيره في الضمان. نعم، هذه المسألة الثانية من صور تفريق الصفقة. مر معنا أن الصورة الأولى بيع المعلوم والمجهول معا، ويجوز في ويحكم بتفريق الصفقة في حالتين: إذا قال كل منهما بكذا أو لم يتعذر علمه بعد ذلك. المسألة الثانية أو الصورة الثانية هو أن يبيع جميع ما يملك بعضه. شوف، جميع ما يملك بعضه، فمن ملك بعض شيء ملكا مشاعا فباع الجميع ليس جزء فقط، فإن هذا يصح فيها تفريق الصفقة. محل ذلك إذا لم يكن بإذن الشريك، أما لو كان قد أذن له شريكه فإنه يتصرف في ملك نفسه أصالة وفي ملك شريكه وكالة. مثال ذلك قال كعبد مشترك بينهما، فباع العبد كله، نقول يصح في نصيبه ويبقى نصيب شريكه. هنا تأتي مسألة الاستسعاء، هل يستسعى أم لا يستسعى؟ قال أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كقفيزين متساويين لهما، فباع الكل، فنقول إنما يعادل النصف. قال فيصح في نصيبه بقسطه، ومثله لو أن اثنين يملكان سيارة واحدة أو أرضا واحدة فباع جميعها، نقول هذا البيع يصح في نصيبك أنت، وعالبا السيارات الموثق يذكر نسبة الملكية. قال الشيخ وللمشتري الخيار. هذا الخيار الذي للمشتري هو خيار عيب، لأن المشتري عقد العقد على الكل ثم تبين أنه لا يملك إلا بعضه الذي صحح، ففيه عيب، فيكون مخيرا بين ثلاثة أشياء: إما أن يمسكها بالثمن، وإما أن يردها،
وإما أن يمسك نصيب الذي له الملك ملكه ويأخذ الفرق وهو القسط ويسمى الأرش. قال إذا وللمشتري الخيار إذا لم يكن عالما بهذا العيب، لأن هذا عيب، وله أي وللمشتري الأرش. ما هو الأرش؟ ننظر كم قيمة الأرض أو كم قيمة العين ثم ننسبها لما بيعت به، قد تباع بأكثر من القيمة أو أقل، وننظر ما هو نصيب الآخر الذي لم يبيع. وله الأرش إن أمسك فيما ينقصه التفريق حينئذ. ذكره في المغني وغيره في الضمان. طبعا هنا تعبير مصنف فيما ينقصه التفريق، فلم ينظر النسبة لمطلق الملك، وإنما ينظر النسبة للقيمة الكلية. صورة ذلك لو أنه يملك قفيزين، باعه قفيزين يملك نصفهما، فالغالب أن السعر على النصف. لكن في الأراضي لو أنه يملك نصف الأرض فباعه الأرض كلها، فتبين أنه يملك نصفها، نصف الأرض إذا بيعت دون النصف الثاني أحيانا بأقل من السعر وأحيانا أكثر من السعر، أكثر من سعر ماذا؟ سعر النصف مجردا اللي هو نصف القيمة الكلية. حينئذ ينظر ما الذي ينقصه التفريق. ومن اللطائف قول الشيخ ذكره في المغني وغيره في الضمان. هنا يدلنا على مسألة، وهي أن هناك مسائل تذكر في غير مظنتها، وهذه تسمى خبايا الزوايا. ومن القواعد المتعلقة بخبايا الزوايا يقولون أن المسألة إذا ذكرت في مظنتها وذكرت في غير مظنتها واختلف الحكمان، اختلف الحكمان، فنقدم القول الذي ذكر في مظنته. فهنا المصنف ذكر مسألة في مظنتها مع أن الموفق ذكرها في غير مظنتها. طبعا هذا القول جزم به المصنف، جزم به المنتهى وغيره. ولو وقع العقد على شيئين يفتقر إلى القبض فيهما، فتلف أحدهما قبل قبضه، فقال القاضي للمشتري الخيار بين إمساك الباقي بحصته وبين الفسخ. نعم، هذه مسألة يعني لها تعلق وإن كان من بعد بمسألة تفريق الصفقة. يقول الشيخ ولو وقع العقد على شيئين يفتقر إلى القبض فيهما، ما الذي يفتقر صحة العقد إلى القبض؟ هو الصرف وبيع الربوي بالربوي. فلو أنه مثلا على سبيل المثال ربوي بالربوي باع مد بر ومد شعير بصاع رز، ثم ترتب على ذلك أو بعد ذلك تلف أحد المعقود عليه من المدين، أحد مد البر أو مد الشعير تلف قبل قبضه. والقاعدة أن الربوي إذا تلف قبل القبض فلا يصح، لأن القبض هنا شرط لصحة العقد. ففي هذه الحالة فرغنا الصفقة مع أنه معلوم، ولكن فرقناها بنسبة مشاعة باعتبار ما قبض. قال المصنف فقال القاضي يعني أبا يعلى فللمشتري الخيار بين إمساك الباقي الذي لم يتلف بحصته أي بقسطه من الثمن وبين الفسخ. مثال آخر، شخص باع 5 جرامات ذهب وجرامين ومائة جرام فضة، باع الجميع بحديد موزون مثلا، أو باعه بنقد، خلنا نقول بنقد بناء على ما جرى عليه عملنا الآن أن النقد من الأثمن، فترف الذهب أو ترف الفضة، ففي هذه الحالة نقول إنه يصح العقد في الباقي بقسطه ويكون لازما، أو ترف بعضه، مو لازم يكون نوعين، قد يكون نوعا واحدا كله ذهب فترف بعض ذلك الذهب الذي بيع فيصح البيع بقسطه. أحسن عليكم. الثالثة باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة، فيصح في عبده وفي الخل بقسطه على قدر قيمة المبيعين، ويقدر الخمر خلا والحر عبدا، ولمشتري الخيار إن جهل الحال وقت العقد وإلا فلا خيار له ولا خيار للبائع. نعم، بدأ المصنف في الحالة الثالثة الأخيرة وهي قضية بيع المال المستحق وغيره أو المحرم. فقال الثالثة، هي الصورة الثالثة، باع عبده وعبد غيره أي عبدا مستحقا لغيره مملوك لغيره بغير إذن ذلك الغير، أو باع عبدا يملكه يقصد وحرا، فإنه لا يصح بيع الحر. قال أو باع خلا وخمرا، كل هذه أثمان، كل هذه معقود عليها مثمنات وليست أثمانا، باعها صفقة واحدة. قال فيصح في عبده الذي يملكه ولا يصح في عبد غيره ولا يصح في الحر. قال وصح في الخل فقط دون الخمر بقسطه. قوله فيصح في عبده وفي الخل، ظاهر هذا الكلام سواء كان عالما أن يعني أن البائع باعه الخمر والخل معا، أو جاهل بأنه معه خمر إذ لم يفرقوا بين الحالتين في ظاهر كلام المتأخرين. وإن كان بعض المتقدمين فرق كصاحب الترغيب والبلغة، فقد ذكر أنه إن كان عالما لم يصح رواية واحدة،
ولكن ظاهر كلام متأخرين عدم التفريق نبه لهذا الظاهر منصور. كيف يكون بقصده؟ قال على قدر قيمة المبيعين كم المستحق وغيره فينسبه إليهما، وقدر ويقدر الخمر خلا في الصورة السابقة، فكأنه باع خمرا وخمرا، باع خلا وخلا. قال والحر عبدا، يقدر الحر الذي عقد عليه ولا يصح عبد فيباع. ثم قال ولمشتر الخيار، الخيار بين فسخ العقد وبين الإمساك مع قسطه من الثمن، والخيار خيار عيب حينئذ. قال إن جهل الحال وقت العقد، وأما إن لم يجهل، قال المصنف وإلا فلا خيار له، أي وإن لم يجهل وكان عالما بالحال فإنه لا يثبت له الخيار، بل يثبت بالثمن إمضاء العقد كاملا، وليس له حق الخيار الفسخ. قال ولا خيار البائع فليس له خيار. هنا مسألتان، المسألة الأولى قوله ولا خيار له، هذا الذي مشى عليه المصنف وخالفه مرعي، فقد ذكر مرعي أنه يتجه أنه مع العلم بوجود المال المستحق المعقود عليه أو المحرم كالخمر فإن العقد يكون باطلا ولا يكون صحيحا، قال خلافا له، ومصطلح مرعي إذا قال خلافا له أي خلافا لصاحب الإقناع. المسألة الثانية، طبعا قبل المسألة الثانية، طبعا كلام مرعي هذا الفائدة موجود في بعض نسخ الغاية وليس في جميعها، ولذلك فإن عبد الحي لم يشرحه، ليس موجود في شرح عبد الحي. ومن الفوائد المتعلقة بالغاية أن الشيخ مرعي كان قد ألف الغاية والدليل وأرسلها لبعض علماء زمانه وأوصاهم بأن يكتبوا له تصحيحا عليه، فكتبوا له بعض التصحيح، ومن هؤلاء الذين وصلنا نرسل لهم عدد من طلبة أهل العلم العلماء في مدينة أشيقر، منهم بن إسماعيل وغيرهم، سموا اثنين كانوا يرسل لهم بالغاية فكتبوا له بعدد من الملاحظات، فربما هذه الزيادة وغيرها التي عدلها في نسخه المتأخرة كانت مما استكتب لبعض أهل العلم في هذه المسألة. وإرساله كتبه، كان يرسل أي كتاب يؤلف ويرسله لمشايخ أشيقر، يعني كان ذكرها أظن بن بشر هذه الفائدة، وموجود خطوط مرعي إلى الآن في هذه البلدة وما قاربها. المسألة الثانية الأخيرة فقط أريد أن نعرف مسألة دقيقة لعلي أمر فيها الوقت، أظن أطلت اليوم عليكم تمينا ساعتين، ما تمينا ساعتين، لعلي أمر هذا الباقي شوي ننهي هذا الفصل على الأقل ونقف. انظر معي، هنا المعقود عليه أن يكون خمرا وخلا فصححوا فيه العقد، والفقهاء في مشهور المذهب يفرقون بين كون الخمر ثمنا وبين كونه مثمنا، فلو أن شخصا باع آخر خلا وخمرا بمئة فحينئذ يكون المثمن هو الخمر مع الخل، فحينئذ يصححون بيع الخل بقسطه لأنه مثمن، فيقسطون ويفرقون الصفقة في هذه الحال، بخلاف الصورة الثانية وهي إذا باعه سلعة ما بمئة ريال ورطل خمر فيقولون إن العقد باطل فاسد ولا يصح بكليته، ولا نقول نجزئه فنصحح نصف السلعة أو ربعها بذلك. ما الفرق بين المسألتين؟ هذا الفرق لطيف، أورده منصور في حاشيته لا في شرحه، وتبعه عليه عدد من المتأخرين. قال لعل الفرق أن البيع يتعدد بتعدد الثمن، لأن المقصود هو الثمن لا المثمن، عادة هو الثمن هو المقصود، وأما المثمن فإن تعدده لا يفصل، وأما الثمن فإن تعدده لا بتعدد المثمن، قلت لا بتعدد المثمن، أعيد المسألة، أنا لخبطت كلام الشيخ. الشيخ منصور يقول إن الفرق، لعل الفرق أن البيع يتعدد بتعدد المثمن، فلو باعه خلا وخمرا فيتعدد البيع يكون بيعين، لأن المقصود أساسا هو المثمن، فالمشتري هو الذي جاء لأجل المثمن، وأما الثمن فإذا تعدد فإنه يدل على لا أثر له، بل أصل أنه صفقة واحدة وعقد واحد. هذا تعليل منصور، وهذه من الفروقات التي الكبيرة التي نستطيع أن نفرق فيها بين الثمن والمثمن، يعني أثر التفريق بين الثمن والمثمن ثمرته ليست في السهلة، منها هذه في تفريق الصفقة. أحسن الله إليكم. وإن وقع العقد على مكيل أو موزون فتلف بعضه قبل قبضه لم ينفسخ العقد،
لم ينفسخ العقد في الباقي سواء كان من جنس واحد أو من جنسين، ويأتي في الخيار في البيع. نعم، هذه مسألة متعلقة شبيهة بالسابقة ذكرها القاضي. يقول: لو وقع العقد على مكيل موزون فتلف بعضه قبل قبضه فإن العقد ينفسخ في التالف فقط، وأما لأن باب وضع الجوائح ليس من باب اشتراط صحة العقد وإن باب وضع الجوائح، وأما غير المقبوض فإنه لا ينفسخ. قال المصنف: لم ينفسخ العقد في الباقي، مفهومه ينفسخ فيما تلف لأجل وضع الجائحة. قال: سواء كان من جنس واحد أي المعقود عليهما أو من جنسين، ويأتي في خيار البيع. سواء كان أي التالف والباقي من جنس واحد أو من جنسين. أنا في ظني لو أن المصنف أورد هذه المسألة مع السابقة لكان حسن، تشابههما يعني قرب المسألتين فجعلها متوالية أولى. وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد الصحة، ويقسط أي الثمن على قدر قيمة، ومثله بيع عبديه الاثنين بثمن واحد لكل واحد منهما عبد، أو اشتراهما منهما أو من وكيلهما، أو كان الاثنين عبدان لكل واحد منهما عبد فباعاهما لرجلين بثمن واحد ومثله. هذه مسألة واضحة جدا لا تحتاج للحكم، وإنما الكلام في قضية ما بعد الحكم. يقول: لو أن شخصا باع شيئا يملكه هو وباع شيئا يملكه غيره لكن بإذن ذلك الطرف الآخر فيقول يصح، ومرت معنا أنه يصح تصرف الشخص في ملكه أو بإذن غيره في الشرط أظن الرابع من شروط البيع. قال المصنف: إن باع عبده، هنا مثل بالعبد أي سلعة، وعبد غيره بإذنه بثمن واحد صح بلا خلاف، لكن الكلام فيما بعد البيع. قال: ويقسط الثمن على قدر القيمة، فينظر كم قيمة ما يملكه وما قيمة الثاني، ثم ينظر نسبته إلى العقد الذي تعاقد عليه فيقسط. قال: ومثله بيعه عبده بيع سلعة، خلنا نعبر بالسلعة، بيع سلعة الاثنين بثمن واحد لكل واحد منهما سلعة، باع سلعتين واشتراها صفقة واحدة فإنه يقسط بينهما بالقيمة. قال: أو اشتراهما أي اشترى السلعتين أو العبدين منهما من شخصين أو من وكيليهما بعقد واحد كذلك، أو كان الاثنين عبدان إلى آخره، نفس الحكم. نعم، مثلهم كلها أمثلة يعني في تقسيط الثمن واضحة. فضل. ومثله الإجارة. نعم، مثله الإجارة، ومثله كذلك أيضا الرهن والصلح وغير ذلك، كل هذه الأبواب يجري فيها تفريق الصفقة. هنا المصنف اقتصر على الإجارة ومنصور في الروض، قال: وكذلك الرهن وكذلك الصلح وغير ذلك. ولو اشتبه عبده بعبد غيره لم يصح بيع أحدهما قبل القرعة. قول المصنف: ولو اشتبه عبده بعبد غيره، عنده سلعتان، اشتبهت سلعته بسلعة غيره فلا يدري التي له والتي لغيره. دائما القاعدة عندنا أنه عند الاشتباه مع ثبوت الاستحقاق للجميع يفصل في الخصومة عند عدم وجود البينة بالقرعة فيقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة أخذ ما قرع عليه والثاني له الآخر. ومن أوسع المذاهب في القرعة مذهب أحمد، حتى إن القاضي في بعض كتبه عقد بابا في القرعة بس لأحكام القرعة. لكن لو أنه باعه قبل القرعة وهو التمييز، هل يصح أم لا؟ قال الشيخ: لو اشتبه عبده بعبد غيره لم يصح بيع أحدهما قبل القرعة، لأنه يكون حينئذ غير متميز. وعبر المصنف بقوله ولو لوجود خلاف في المسألة، فمن الخلاف في المسألة أن صاحب الإنصاف حكى أنه يصح بيع أي من العبدين بإذن الشريك الآخر، فلو قال سنبيع أنا هذا بيني وبين قبل القرعة خلنا أبيعها ثم نقترع من الأغلى ومن الأقل، قالوا يصح كذلك. هذا القول الآخر. هنا قول بعض المتأخرين وهو مرعي، فذكر أنه يتجه أنه يصح قبل القرعة إن تبين عبده، يعني وجد فيه بعض التبين الذي يدل عليه فيكون باب الظن. أحسن لكم. وإن جمع مع بيع إجارة أو صرفا أو خلعا أو نكاحا بعوض واحد صح فيهن، ويقسط الثمن على قيمتهما ومهر مثل في خلع ونكاح كقيمته. نعم، هذه المسألة كان بودي أبسطها لكن تأخرنا في الدرس كأني قصرت شوي، اللي هي مسألة قضية اجتماع عقدين في عقد واحد، وهي من المسائل المهمة، لعلي أبتدأ بها في الدرس القادم لكن أشير لبعض الأمور المهمة بها. جمع عقدين في عقد واحد لها صور، أهمها صورتان، وكل صورة تحتمل صورا. أحد هاتين الصورتين أن يجمع العقدان في صفقة واحدة ويمكن تفريقهما. انظر هنا، يجمعان ويمكن تفريقهما، ويمكن أن أقول ويمكن لأن المصطلح المعاصر قد يكون غير دقيق، ويمكن تسمية هذه
التعامل بالعقد المركب، بأن تكون الصفقة مركبة من عقدين منفصلين. هذا يتكلم عنه المصنف هنا، يقول: وإن جمع مع بيع إجارة، بعتك بيتي وأجرتك سيارتي بألف. قال: صح، لأنه يملك الثنتين. أو صرفا، بعتك سيارتي وصرفت 100 جرام ذهب بكذا، يصح مبلغ واحد اثنين. أو خلعا، تقول امرأة لزوجها: اشتريت بيتك وهذا وعوضت عن نفسي أو خالعت نفسي بكذا، فالثنتين بثمن واحد. قال: قبلت. فكأنه قبل بيع داره وفكاك امرأتي. قال: أو نكاحا، بأن يقول الرجل للمرأة: اشتريت بيتك وتزوجتك بصداق قدره، أي صداق قدر الأمرين، شراء البيت بكذا، فيصح. قال المصنف: صح فيهن جميعا. إذن هذا جمع العقدين. الأمر الثاني، وهذا هو المشكل، أذكره هنا أستأتي له مناسبة إن شاء الله في الشروط الفاسدة، سيأتي في الشروط، فلعلي وأجل الحديث عنه هناك، وهو أن يشرط في العقد عقد آخر. بعتك على أن أجرك، بعتك على أن تصرف، فيجعله شرطا. المذهب أنه لا يصح شرط العقد في العقد، فيفرقون بين الشرط وبين الصفقة الواحدة، فيفرقون بين الحالتين. نعم. ثم قال: الحل يعني من الحكم يقسط الثمن على قيمتهما، على قيمة البيع مع الإجارة، وهكذا ينظر كم قيمة البيع وكم قيمة الإجارة ويقسط وينسب له. قال: ومهر مثل في خلع ونكاح، ينظر كم مهر مثل المرأة، لأن الأصل أن المرأة تختلع أقصى ما تختلع به مهر مثلها، مهرها أو مهر مثلها، وكذلك النكاح فتعطى مهر المثل. أحسن الله إليكم. وإن جمع بين كتابة وبيع فكاتب عبده وباعه شيئا صفقة واحدة، مثل أن يقول: بعتك عبدي هذا وكاتبتك 100 كل شهر 10، بطل البيع وصحت الكتابة بقسطها كما تقدم. نعم، هذه مسألة يعني قد تكون نادرة لعدم وجود الكتابة، خاصة بالكتابة. ومعنى الكتابة أن يبيع المرء عبده لعبده، فيجعل عبده هو الذي يدفع، وهذه تكييفها سيأتي إن شاء الله في محلها. قال الشيخ: وإن جمع بين كتابة وبيع عقدين، جمعهما بصفقة واحدة، قال: فكاتب عبده وباعه، أي باع العبد الذي كتب شيئا صفقة واحدة، مثل أن يقول لعبده: بعتك عبدي هذا وكاتبتك. انظر المكاتبة أخرها في الجملة، قال: وكاتبتك. والعقد الثاني: بعتك عبدي هذا. الأمرين المكاتبة وبيع العبد 100 كل شهر 10، هذه واضح، يعني هذه الأقساط والنجوم. قال الشيخ: بطل البيع. لماذا بطل البيع؟ قالوا: لأنه باع عبده الذي يملكه ماله، ولا يصح للشخص أن يبيع ماله لماله، فلا يصح حينئذ. قال: وصحت الكتابة بقسطها، فيقسط 100 هذه على قيمة العبد والكتابة، ثم يعني ينسب إليه. نقف عند هذا القدر، أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندي هنا أمران. الأمر الأول: الأسبوع القادم إجازة، لن يكون هناك درس، كثير من الأخوة قد يسافر، فلن. الأمر الثاني: أخونا الشيخ أسامة عثمان جزاه الله خير، في يعني نبهنا على مسألة في الدرس الماضي، ذكرت أن المقريز أن القطيعي كان يعني ينقل عن الشيخ تقي الدين، قلت ولا أدري أنه نقل أم لا، فأفادنا هنا أن القطيعي دخل دمشق سنة 699 ورأى فيها الشيخ تقي الدين وأخذ عنه، وأن له سؤال للشيخ الإسلام يقع في 11 ورقة مخطوطة، طبعا اختصاره كثير جدا كونه أجاز ابن رجب وغير ذلك. وأيضا أفاده من الكتاب الذي حققه، طبعا من كتب القطيعي اختصار الغاية فقط. هذه فائدة، جزاك الله خير شيخ حسام، بيض الله وجهك. نقف عند هذا القدر، صلى الله وسلم على محمد.